ضعف الابصار مشكله كبيره بتواجه الناس كلها بالذات في الاطفال. يعني هذا الطفل يكون طيار. احنا في مشكله كبيره جدا 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 مع التدخين. مرسوم عليها رسمه والله مرعبه. نتبتب ونحذره ما تروحش للمكان الفلاني او الدكتور الفلاني لانه ممكن جدا يحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا. ردة فعل المجتمع وكيفية تعامله مع مريض نفسي. التعامل قد يكون في وقت من الأوقات مخجل للغاية، ولكن هذا هو عرف المجتمع العربي. قضية قوية رقم مفزن. نتعب شوية صبر هينقذك، هينقذ حياتك. أكثر الناس غرور الأطباء فينسى جبر الخاطر. كل من فقد ثقته في الطب هيجدها في كلامك. هتفضل مصر لها قيمة كبيرة جدا في الصحة في العالم. الطبيب المصري بقاله هنا 190 سنة بيعالج المصريين وبيعالج العرب اللي حوالينا وبيعالج حتى أوروبا وأمريكا. اوعى تبقى طماع. الفيلر ما يحبش الطمع. سيب نفسك لرأي الدكتور. الفيلر يحب الطبيعية. الدكتور اللي بيحضر في المستشفى هو ده الدكتور اللي بيبقى قادر على علاج المرضى. جاي لحضرتك بالأعراض دي ومش باين عليه انه عنده حاجة خطيرة؟ أحيانا ما بيبانش. اللي رايح للدكتور مش رايح فانتازية، مش رايح يشتري عربية ولا رايح يشتري بدلة، ده مضطر يجيلك. السكر ده خطورة أيضا في الضغط؟ لا علاقة بين السكر والضغط. بعض الاسباب السنويه اللي بتعمل الضغط هي نفسها بتيجي كمضاعفات للضغط. صح. فانا كدكتور بابا محتار، يعني هل ده سبب الضغط ولا ده مضاعف للضغط ولا ما تفرقش بالنسبه لي؟ الكارثتين بقوا موجودين دلوقتي. انت قلت كلمه يعني تدل ان انت فاهم كويس جدا. بص يا ايمن، يعني اذا الشباب ده فعلا امن بان العلم ده حاجه كبيره جدا جدا هتبقى مصر قويه جدا. أنا دايما بقيس الدكتور بحاجة واحدة، بقول الدكتور فلان الفلاني ده دكتور شاطر. هسأل سؤال واحد، هو علم كم دكتور؟ مش المفروض إن احنا نتلاعب بمشاعر المرضى؟ مش المفروض إن احنا نديهم أمل زائف؟ المفروض الحقيقة تتقال كاملة. الحقيقة تتقال كاملة. هل الولادة القيصرية كمعتقد إنها الحل الأمثل للولادة الآمنة؟ مفيش أي دكتور يقول لعيانة أنت 100% هتولدي طبيعي. مينفعش. في 100% هتولدي قيصري. الحالة النفسية للمريض بتساعد الطبيب جدا في إنه يحقق الشفاء الكامل لهذا المريض. هذا هو الذي يهدد المرأة، مخزون المبيض. لازم تساعدني، لو ما طلعناش كلنا مع بعض هنغرق كلنا مع بعض. الناس طموحاتها زادت. كل الناس حقها انها تحلم انها تكون بشكل احلى. تعريف الحروق A preventable illness، مرض يمكن منعه. تقدم مذهل في عالم التعامل مع الحروق من خلال منظومة رائعة منظمة بتقدم علم فيها خيرة أطباء مصر اللي هم في رأيي بيعبروا عن ان الطب في مصر بخير، وان احنا هنقف طول عمرنا عشان نقول للأمة العربية ان احنا رواد الطب في الأمة العربية. الكفاءة الجنسية والقدرة الجنسية شيء، والقدرة على الإنجاب شيء آخر. ست اتحكم عليها انها ما تكونش أم دلوقتي، ده شيء قاسي جدا. قبل كده زمان لو كنا بنشتغل زراعة كان في جزء تخيلي. نسيج السمنة نفسه ده نسيج التهابي بيحدث في الجسم حالة من الالتهاب المزمن، حالة بتعمل انهاك وزي ما اقول استهلاك لقدرات الجسم المناعية بتضعفها مع الوقت. عملية قلما تجرى في الوطن العربي والشرق الاوسط. التنين ده بقى مهما اوصف لكم فيه محدش هيعرف يحسه الا اللي جربه. مريض بالطنين يقول انا مش عايز اسمع، مش مشكلة السمع، بس المهم تشيل الصوت ده من دماغي. أمراض الشرج وأمراض المستقيم أعراضهم تتشابه جدا. الحل الجراحي للنسور انقرض من الدنيا كلها.
جسمنا بيعمل ريد الارم كده لما يحصل حاجة. اذا توجعت لازم تروح للدكتور، ما تسيبش نفسك لحد ما توصل للوش السيء من البواسير. لو مصري يا جماعة معرفش عن أعراض أمراضه من خلال الإعلام مش هيروح للدكتور مبكر. في كل عقل مصري وعربي محفور بعض الأفكار الثابتة حوالين العمليات التي تتعامل مع العمود الفقري من انزلاق ظروفي وخلافه. تحاول تقنعه انه في انتقال رهيب في نوعية وأداء هذه العمليات الجراحية، وان التكنولوجيا والمهارة في مصر موجودة مثلها مثل الموجود في أوروبا، ده مش من السهل يدخل في عقول كتير. الأشعة التداخلية بتوصل شعاع الليزر اللي احنا عايزين نعالج بيه للمكان اللي احنا عايزينه. مين في مصر ما عندوش مشاكل في الركبة كمان؟ وصلنا لمرحلة من الخشونة ان هو هيحتاج عملية تغيير مفصل. نحن في رحاب جزء هام جدا من العلم المصري الطبي. نحن في ضيافة الدرع الواقي لجراحات التجميل في الوطن العربي والذي يحمي بقوة هذا العلم من الدخلاء، واعتقد ان عليه مسؤولية كبيرة في تنمية الثقافة عند المواطن العربي. نحن في ضيافة الجمعية المصرية لجراحات التجميل. أهم شباب يقومون بأشرف وأنبل مهنة عرفها التاريخ. جزء تخيلي. زملائي الأطباء، إياكم والغرور. أستاذي قد تعير. أنتم تمارسون أشرف وأنبل مهنة عرفتها البشرية. 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك بيبقوا مبسوطين ما بيلبسوش نظارة. الفيمتو لعب دور كبير جدا في رفع نسب الامان في عمليه تصحيح الابصار والحصول على نتائج رائعه. ابيض اثنين. هيجي العين يقول لك انا جاي اعمل ليزك، معلش انت جاي تقلع النضاره، فسيب لي انا اختار لك يناسبك ايه. اسوء حاجه لجراح قرر يتخصص في جراحه السمنه هو انه ما بيعملش غير عمليه واحده. القرار بيكون داخل العمليه. ساعتها اوتوماتيك احنا بنقلب بالعمليه من تحويل مسار مصغر الى تحويل مسار كلاسيكي. في حالات بتحتاج دقه اكتر، الزراعه لا تقبل التحرير. من يقوم ببرد الاسنان بكميه كبيره جدا عشان يركب فينير؟ ده مجرم. الاشعه المقطعيه دي هي اساس التشخيص. تجميل الاسنان شغل اليدوي فيها هو اللي بيدي نتائج. هو صح. الابتسامة دي تدي انطباع لكل اللي حواليهم ان لا هو ده التجميل انا مش عايز اعمله. تركيبات الثابتة هي بطل الابطال في تجميل الاسنان. ما اقدرش اقول انه بطل الابطال، تركيبات ثابتة ليها وقتها. ما ينفعش نقول خبرة الدكتور وايده هي 100%. العلم يفترض ان انت تفهمه كويس جدا. لا تطلب من العلم ما لا يستطيعه. ولا تتسرع ولا تتحدى العلم، لانه العلم ما فيهوش فهلوه. هي كل اللي في دماغها ان شكل وجهها مستحيل هيتصلح بعد ما تعمل سنانها. سيبي الحكم للدكتور، هو عارف المصلحه فين. من اول العمليات اللي اتعملت في جراحه التجميل في العالم. الان المدرسه الطبيه المصريه اللي هي بقى لها 190 سنه كنا بنعتبر ومتعلمين وموارسين عن اساتذتنا انه الدعايه عيال. خريجين قصر عيني، انا بروح كل حته في اوروبا وامريكا، يا نمره واحد يا نمره اتنين يا نمره ثلاثه بالكتير. المريض المصري بيجي بعشق، الحكيم الشاطر يمسك ايد العيان ويفضل ماسك ايده لغايه اما يخف. المؤتمرات العلمية التي تقام في مصر لها دور أهم جدا خصوصا في جراحات التجميل. أولا أنه بتعبر عن قدر كبير من السياحة العلاجية، الهدف الأسمى اللي احنا بنسعى له، ده هدف من أهداف البرنامج على فكرة. الرغبة في التعلم لا تنتهي، صدقني أنت صديق عزيز جدا جدا ورجل.
طبيب محترم جدا، وانا اشهد له بهذا مهنيا كطبيب ومهنيا كاعلامي كبير. انا شفت مشاكل في عيانين من ده، فبقول ناخد بالنا انا وزملائي بنتعلم من بعض، مش عيب نتعلم. احنا لو جينا طبقنا العلم هنلاقي ان العلم ده ما ينفعش يتفصل. بيتعمل في المؤتمر ده حضرتك 52 حاله على مستوى كل الانواع اللي موجوده، سواء كانت خيوط او فيلرز، علشان الدكاتره كلها تستفيد من الموضوع. كل الماسترز وكل ساده الخيوط في مصر بتجتمعوا في مكان واحد. المنفعه العامه دي ان احنا نبقى قلبنا على بعض، نطور شغلنا، نحافظ على الصناعه اللي احنا بنعمل بيها، نكون مفيدين لمجتمعنا، مفيدين لصغار، مفيدين لبلدنا. فبقت الناس تأجل حاجات كتيرة جدا في حياتها بناء على المعتقدات اللي جيل ورا جيل بيسلموها لبعض. عمليات السمنة خرجت الناس من السجن، بدأوا يحسوا بالحرية. ازاي سايبه نفسك كده؟ مش عايزه حد يشوفني، مش عايزه اشوف حد. ازاي وصلت للوزن ده؟ كل الدكتور يقول لي خس. يطلع عند سن البلوغ شكل الانف فيها مشكله، ما هو ده ربنا خلقه كده سيبوه في حاله. لا حاجه ادت الى الشكل اللي هو مش حلو. كل يوم يفكر بمساحه اكبر في عمليه تجميل الانف. الباراسيتامولات كلها آمنة، حوار علمي على درجة علمية في غاية الرقي، في غاية التقدم، واحنا كمجتمع عربي احنا محتاجينه. المشاهير هم من جذبوا الناس الى تجميل الاسنان، ولكن بعض المشاهير صنعوا ابتسامات نستطيع ان نقول عليها كارثية. فكرة انها مش باين انها معمولة، هي دي فكرة التجميل الحقيقي. اسنانك تبقى هوموجينس معاك، مش ان انا شايف اسنان وراها بني ادم. الدكتور اللي بيحترم نفسه لا ينساق ورا الحالات. لما اقول لحد ولد لكي يكون طبيبا، ده شكل نموذجي للجيل ده. مرض عام، هذا المرض مرتبط بامراض نفسيه. لا يمكن تشخيص مريض تصلب متناثر دون اجراء فحص سالم. هذا المرض قضيه قوميه هامه للغايه. الولاد الصغيرين اللي بيحصل لهم التواء في الخصي يقدر يستخلص منها الحيوانات المنويه ويشيلها له بعد كده، هو يقدر يخلف بيه. احنا دايما بنقول صحتنا تهيئ لنا انها تفضل معانا العمر كله. ايه هي المهم المستحيل؟ المستحيل هو ان انا ابقى ماسك او بشتغل باسلوب متخلف وادعي ان انا هحصل على نتائج حلوة. لكن في لحظة بقى لما بتحصل هذا الكلام، هي لحظة الحقيقة بقى، بتتواجه بكل المشاكل اللي انت عملتها. الدين ده هتدفعه. عايزين يبقى في طاقة إيجابية، مش كل حاجة نحبط، لازم كل الناس تتفاهم وكل واحد يقوم دوره والكل يعمل في اتجاه انه يساعد العيان. المريض اللي لسه مصطدم بالمرض الآن ومتألم الآن، ينبغي أن نحترم جدا كلمة الألم عنده. أهم حاجة في هذا الموضوع هو دعم النفسي لمرضى السرطان الثدي. الدعم النفسي ده بيقوم من الأطباء، من المجتمع، من الزوج، من الأهل، من الزملاء في العمل. لما تتصدى للمشكلة بشكل مبكر هتحلها بشكل رائع. في النساء في عمليات الإخصاب المساعد، الأساليب الحديثة دي اللي ما يتقنهاش في العالم كله ما ينفعش يشتغل إخصاب مساعد. ما ينفعش. الإيجاد المتكرر أسبابه كتير، هنستوفيها واحد بكمية تحاليل محترمة لازم تتعمل. استوفينا التحاليل الاثنين زي الفل، ما عندهمش حاجة، يبقى ما قدمناش إلا المادة الوراثية للجنين. هنعرفها عن طريق الفحص ده، اسمه الفحص الوراثي للجنين. تحليل السائل المنوي للرجل الذي سبق له الإنجاب ليس ضروري. الراجل اتجوز خلف وبعد كده اتاخر، يبقى الراجل فيه حاجه يا الست فيها مشكله. اهم حاجه في الست ايه؟ يا زياده الوزن جامد، يا القيصريه اللي عاملاها فيها مشكله. احنا لما وطينا الضغط جوه المعده استفدت ثلاث حاجات. تضمن للعمليه ديورابيليتي في تحويل المسار. الناس لازم تاخد فيتامينات مدى الحياه. اللي يقول غير كده يبقى بيهرج. We'll be right back.
اول من يشخص مرض السكر عند مريض السكر استاذ العيون. حواس الانسان هي وسائل الادراك اللي الانسان بيخرج بيها للعالم. عشان ما نغلطش واحنا بنطلب تحليل كل خليه من خلايا الجسم جواها انزيم معين، اما اطلب انزيم في مرض مزمن ابقى مش فاهم. فالانزيمات اختبار من اختبارات، بس اختبار لايه؟ لمرض حاد. الرجاله ينتحروا صامتين ما يكلموش، الستات عكس الرجاله يكتئبوا اكتر انما ما ينتحروش. اتضح ان في ارتباط مهم جدا بين تعرضنا لضوء الشمس والاكتئاب. الناس اللي بتشتغل جراحه قلب اطفال دول ملائكه. التشخيص والعلاج مشاكل مرضيه اكثر صعوبه اسم الطوارئ لازم تساعد الشعب على كل العلوم الخلقيه. عدد الناس الشغلان المسؤول هنتولى علاج كل الشغلان الاورطه ده في مكان واحد. Just been here in Egypt explained by different explanation on the latest design and the decision to go to the doctor to seek the medical advice. So our population need to understand the how to explain the symptoms and connect the symptom to these dangerous conditions such as aortic aneurysm or aortic disease. القرار السليم، التوقيت السليم، سؤال مهم قوي. انا بقالي 15 سنه بقول للجمعيه عايزين مستشار اعلامي. انا النهارده بشوفك وبشوف فيك المنقذ لفرع جراحه التجميل، وان شاء الله هندعي لك كلنا. احنا واجبنا ان احنا نصل لاعلى درجات النجاح. المنظومة التي تستخدم المنشطات مع جميع الحالات التي تعاني من تأخر الإنجاب. جانية لو ما كانش الطبيب عمل اللازم اللي عليه. وإزاي العمل الجماعي ده يتم؟ لازم يكون في سيستم. الكيس هي بتبرزنت بإيه؟ إحنا هنعالجها إزاي؟ القضية صوت وصوت. احنا بنجد فوضى عارمة فيما يتعلق بالسمنة والحوار عنه. المرض ده على فكرة مرض تاريخي، فده كله فن، ودي ناس اشتغلت في الحالة دي عشان تطلعي النتائج دي. وطبعا الوش نفسه بيتأثر عندما تفقد الأسنان. اللي بيميز دايما المصريين بره مصر ان هم تعودوا ان هم ينحتوا في الصخر علشان خاطر يقدر يعمل حاجة محترمة. الطب في النهاية هدفه الوحيد وهدفه الأساسي هو حلول أو إيجاد حلول لمشاكلهم. الحلول الصحيحة للمشكلة. لا يصلح أن يكون اختبار للكبد لو في مشكلة في العظم. لو العظم سليم، إما الخلايا تعبانة بتاعت الكبد مش قادرة تخرجه، وإما خرجه دخل تاني. تليف الكبد هو كبد. خلايا اتكسرت ثم عادت with fibrous tissue formation and loss of architectures. برافو عليك، انت واخد 50 من 50. أوصيكم خيرا بزملائكم، فلا يمكن للطب أن ينجح ويزدهر إلا بالعمل الجماعي. بلا شك مصر العلم مبادرة وهدف مهم جدا أن نعرف. أعتقد إن إحنا محتاجين نقف كلنا جنب بعض ونوسع رفعة التواجد الإعلامي ونظهر كبار الأساتذة في تواجدهم بشكل مستمر. هذا في بداية، دي خطوة واحدة. إحنا لسه بناخدوا خطوة ستيب على طريق طويل، بس محتاجينكم كلكم معانا. وإحنا من ناحيتنا أنا واحد من الناس بقدم، وغيري لازم يقدم، ولازم يظهر جيل جديد غيرنا، لأن إحنا قليلين جدا. إذا كان واحد ولا اثنين في الأطباء لازم الإعلام الطبي يبقى فيه على الأقل 20 30 في كل الحاجات. هتلاقي المستقبل أفضل كتير جدا. قلب المحن تولد المنح. العالم دلوقتي يرى بين الأشعة الداخلية المستقبل والحاضر. تظل أمراض القلب الأمراض ذات الطابع الدرامي. يمشي الحيوان المنوي رحلة تعد الأطول في التاريخ. الراجل الأول معناه الراجل اللي عنده الأدريات لصناعة مكان صح. يعني أنا عايز أقول للناس اللي عايشة في مبدأ الفهلوة، أنتوا مفتوحين كده.
تكريم الدكتور والناس الحلوة بالحصول على جائزة أفضل برنامج علمي يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح لرفع الوعي الطبي لدى المشاهد العربي. البشرة في مصر مظلومة يا جماعة. المسام الواسعة دي بتحصل نتيجة تراكم الدهون، ظلم البنت لنفسها ان هي توصل لمرحلة انها تسيب نفسها انها توصل للندبات. النمش سبب التعرض الدائم لأشعة الشمس. الهالات السوداء حلولها بقت كتيرة قوي، طبعا وهي وراثية بتكون أصعب بكتير في العلاج بس ستيل ليها حلول. الدكتورة ريم نعمان أخصائية الجلدية والليزر. أهلا بكم. نحن نضر بشرتنا بشكل متكرر جدا من ناحية تعرض للشمس بشكل مش منضبط، ما عند يعني فكرة برضو لسه الصن بلوك وواقي الشمس مش منتشرة لسه وناس كتير ما بتعملهاش. في الصيف حدث ولا حرك، وفي الشتاء حدث ولا حرك. يعني أنا بالتالي في الصيف ممكن الواحد برضو يخاف يخرج في الشمس شوية وخاف من الحر وبتاع، لكن في الشتاء الجرأة على الخروج في الشمس أكتر، وكأنه شمس الشتاء تختلف. أنا في رأيي أنه طبعا أكيد شمس الصيف أقوى، لكن شمس الشتاء برضو مش هينة. غسيل الصابون الكتير ده ممكن يؤدي الى مشاكل لانه بيسبب جفاف البشرة. استخدام بعض انواع الصابون الغلط برضو، انه في يكون في صابون مش جيد استرخص، اللي بيسترخصه ده ممكن يضر البشرة بشكل كبير جدا. المكياج وحدث ولا حرج، بنت عايزة تجيب لصاحبتها هدية فتروح تجيب لها، او هي نفسها هتجيب مكياج استرخصت ما جابتش براند يبوظ البشرة. بنت فتحت التلفزيون في قناة مش عارف ايه، اتصلي تحصلي على المنتج الجبار ويعيد النضارة ويعيد نضارة البشرة ومش عارف ايه، والذهب والألماز والياقوت والمرجان ومغارة على بابا كلها عندك وحطي على وشك، والبنت تتهور وتشتري وتحط على وشها تبوظ بشرتها. البشرة في مصر مظلومة يا جماعة، مظلومة. واحنا داخلين على كأس العالم قريب ويعني هيبان فرق البشرات. انا بقول لكم خلي بالكم البشره مصدومه، لكن النهارده هنفهم كيف نتعامل مع هذه البشره. ضيفه عزيزه عليا وطبعا اسم لامع ما شاء الله وحضور متميز، هنسمع منها حوار مهم جدا عن الجلد والعنايه بالبشره ونضاره البشره. دكتوره ريم نعمان، اهلا بك يا دكتوره ريم. اهلا بحضرتك. احنا بنظلم البشره كثيرا صح؟ قبل ما ندخل في حوارنا تمام، ايه مظاهر الظلم اللي احنا بنعملها؟ اول حاجه المفاهيم الغلط اللي عندنا اللي لازم تتصلح من ناحيه البرسبشن بتاعنا او استقبالنا لفكره ازاي العنايه بالبشره اساسا. فكره الصن بلوك ودي جزء احنا اتكلم فيه باستفاضه، لان هو في مشاكل كتيره جدا من اول ما بنقي الصن بلوك لحد ازاي بنحطه، كل ده محتاجه ان انا اوضحه للناس اكتر بكتير. ظالمين البشره بالهابتس بتاعتنا، العادات الغلط اللي احنا كلنا بقينا بنعملها، البيئه نفسها ظالمه البشره بالنسبه لنا، عندنا يعني كل حاجه تلوث وتراب وما فيش حاجه بقت بتساعد البشره، وطبعا جزء كبير جدا بيشكل الكلايمت اللي احنا عايشين فيه او الجو اللي احنا عايشين فيه ظالم جدا بالحر والرطوبه والشمس، درجه الحراره واشعه الشمس الضاره اللي برده محتاجه الناس كتير قوي تفهم عنها حاجات كتير ممكن ما تكونش عارفاها وما تكونش عارفه انواع الريز كمان. انا برده نفسي الناس افهمهم سمبلي بنقسمهم ازاي وايه اللي خطر عليهم ويقروا ايه على الصن بلوك والكلام ده كله، لان الناس بتقول صن بلوك، اما بقول لهم صن بلوك بيقولوا يا دكتور احنا بنحطه في الصيف بس، يعني المفهوم ده بالنسبه لنا غلط. ولو هم شافوا كم الضرر اللي بيحصل للجلد مش بس كعجز كبقع هو ما يبقاش ناضر، بتروح منه اللمعه، كل المشاكل دي من ضمنها من اولها طبعا الشمس. فبكل المقاييس احنا ظالمين البشره جدا، ما بنحترمهاش من اول ما بنغسل وشنا لحد ما بنخرج الشارع. عارف ان احنا رايحين كاس العالم وهتجلس المشجعه المصريه جنب المشجعه الروسيه. تمام. وهنا مصريه تكسب.
لازم يروحوا مظبطين البشره لان المناسبه صعبه 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 فعلا. تعالوا نشوف ازاي نحافظ على هذه البشره في الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الوقت مهم جدا. في ستات كتير بتقول ان مفيش وقت كافي للعنايه بالبشره، العوامل كثيره جدا والوقت قليل جدا للعنايه بالبشره. ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ اسود. ما فيش حاجه اسمها ما فيش وقت، يعني ده جلدها اللي هيفضل معاها طول عمرها، فهي مش المفروض تستخسر فيه حاجه زي كده. واذا اتعمل سكين كير روتين محفوظ هيبقى خلاص هابت، يعني زي ما بتصحى تغسل وشها هيبقى عندها سيكونس لحاجات معينه، فما فيش اي اكسكيوز يقول ان ما فيش وقت، لان زي ما هي بتصحى تغسل سنانها هتغسل وشها بغسول معين بفيشل واش معين، بعدين تقوم حاطه مثلا تونر، وبعد كده تحط المرطب وسام بلوك. لو حسبنا الوقت ده كله ممكن ما يزيدش عن وقت ما هي غسلت سنانها خمس دقائق زيادة، فيعني ما فيش اكسكيوز ان هي فيش عذر ان هي تعمل حاجة زي كده. الديلي روتين بتاعها برضو اول ما توصل من البيت هتعمل ايه قبل ما تنام، ممكن اعذرها في قبل ما تنام عشان هتبقى تعبانة، ولو برضو ما فيش مبرر ان احنا على الاقل كده كده بنغسل وشنا قبل ما تنام، ففي ممكن ستاب او اتنين ممكن تزود دقيقتين ثلاثة، فمش مبرر برضو ان احنا نعمل حاجة زي كده. اوكي، ثلاث عفاريت، ثلاث شياطين، ثلاثة مخيفين بيحاربوا كل بشرة دلوقتي في سن الصغير. في هالات سود، ادي عفريت. ندبات بتظهر في سن الصغير، ادي عفاريت. كمان جفاف البشرة في السن الصغير، ده عفريت. ثلاث عفاريت موجودين دلوقتي يخوفوا اي بنت. في عفريت رابع كمان. ماشي، ايه هو الكلام؟ ابيض. تمام، مين بقى العفريت الرابع؟ العفريت الرابع ده الجديد بقى اللي هو ال HEV او اللي هو بنسميها هاي انرجي فيزبل لايت او البلو لايت، وده كلام ناس كتير ممكن تكون ما تعرفوش. احنا نفسنا لسه حاضرينه في مؤتمر قريب بره مصر وسمعنا الكلام ده. ده الانرجي اللي بتطلع، اللايت انرجي اللي بتطلع من الكمبيوترز والسمارت فونز. اثبتت ستاديز مهمه جدا وموثوق فيها جدا انه دلوقتي ال HEV لايت ده هو عنده القدره ان هو يعمل ايجينج سريع جدا، يعني يعدي سنين بسرعه قوي بالجلد بمجرد ان احنا بنتعرض له كل يوم، فده عدو لولد او لبنت، خلاص ده عدو ثابت قبل كل الاعداء الثانيه. الثلاث اعداء بقى كلميني عنهم. احنا عندنا ثلاث اعداء، هالات سودا والجفاف والندبات. تمام. وانت قلت لي كمان اشياء اللي طالعه من الاجهزه. تمام. ايه بقى؟ الهالات السوداء اول عدو طبعا، ودي مشكله بالنسبه لنا في الشرق الاوسط بشكل عام كريس، وكمان كالهابتس بتاعت البنات اليومين دول. فممكن نبتديهم كان احنا نقسمهم كاسباب. اسبابهم اولا في اسباب جيناتكس وراثيه، يعني هتلاقي الاب او الام عندهم كده. في اسباب ليها علاقه باللايف ستايل، هي مش بتنام كويس، بتدخن، ما بتاكلش هيلثي لايف ستايل، ما بتاكلش اكل صحي، ما بتاكلش خضروات ملونه، كل الفيجيتابلز اللي هي الملونه، فلفل احمر، فلفل اخضر، الفلفل، كل الالوان دي طبعا مؤثره جدا في كمضاد للاكسده، مؤثره جدا. فده كلايف ستايل، فكل الحاجات دي بتؤثر جدا. الميك اب بيأثر جدا. حاجه ثانيه البنات ممكن يكونوا ما بيعرفوهاش، الميك اب ريموفنج، يعني احنا لما بننام، لما البنت بتنام بالكحل، في انواع كحل زي ما حضرتك كنت في الاول بتتكلم انه في انواع ما بتكونش كويسه او رديئه، بيكون فيها هاي ليد، يعني فيها رصاص، نسبة رصاص عالية جدا. مع الوقت الرصاص ده بيبتدي يحصل له ديبوزيشن تحت الجلد، وبالتالي بيبتدي يعمل ديسكالوريشن بالتدريج، تلاقي ان الجلد مع الوقت بيتغير. فمهم قوي برضو زي بتشيل الميك اب، ومهم قوي هي بتستخدم منتجات ايه لبشرتها. ده لو هنتكلم عن الهالات السوداء، هنتكلم عن اسباب كل حاجة، وممكن نتكلم بعد كده ازاي نعالج كل حاجة فيهم. تاني حاجة اتكلمنا عنها كانت ايه؟ الندبات. الندبات دي قصة طويلة جدا. سببها طبعا بيكون هو حب الشباب، ده اول عدو ليها. وبالنسبه لي بشوف يعني ده ظلم البنت لنفسها ان هي توصل لمرحله انها تسيب نفسها انها توصل للندبات. كان المفروض من البدايه انها تلحق تتصرف في الموضوع ده من الاول قبل ما نوصل للمرحله دي. خطوط العلاج هقول لهم فيها بالتفصيل هنعمل ايه، بس انا بشرح كل سبب سيبريتلي. يعني تالت حاجه قلناها الجفاف
جفاف البشره. جفاف البشره ممكن ما اقدرش الوم حد عليه قوي، لان العوامل البيئيه بتلعب فيه جزء كبير جدا، فده اول سبب يؤدي الى عدم نضاره البشره ويؤدي الى التجاعيد المبكره والظهور الغير نادر للجلد. كل حاجه من دول بقى بنقسمها ازاي هنشتغل عليها. الهالات السوداء حلولها بقت كتيره قوي، طبعا لو هي وراثيه بتكون اصعب بكتير في العلاج، لكن لو هي بس ستيل ليها حلول، يعني ما فيش حاجه ما لهاش حل، ممكن تاخد عدد جلسات اكتر لكن ايفنتشولي في الاخر ان شاء الله هتتحسن كتير. اللايف ستايل طبعا لو ظبطت نفسها الدنيا دي كلها، لو بقت بشكل منتظم بتحط كريمات نهار وكريمات ليل، لو بتاخد انتي اوكسيدنت كتابلتس فيتامين حتى عادي جدا في انتي اوكسيدنت. ليه بقى الحاجات اللي هي ممكن تعملها في العياده حسب الهالات السوداء دي ايه؟ الهالات السوداء دي بتنقسم الى لون وبتنقسم الى تجويف. لو قسمناها الى لون، اللون ده بنشتغل عليه بكذا حاجه، اشهرها واحسنها واكتر حاجه ناتشرال ونقدر نشتغل عليها من بدري جدا لانها حاجه ناتشرال طبعا، اللي هو البليتليت ريتش بلازما او البي ار بي او البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. لما بتتحقن او بتتعمل بالدرما بان تحت العين بتفتحها على عدد جلسات كبير بتبقى نتايج حلوه جدا وسيف، تقدر تبتديها من اي وقت لان هي حاجه مش من بره جسمها ممكن تعمل لها رياكشن او كده. غير الموضوع ده لو هو تجويف طبعا بنلجا للفيلر. الفيلر بيعمل يعني بيعمل زي كاموفلاج، انه هو لو في هالو لو في زي تجويف صغير كده فهو بيملاه وبالتالي بيرفع المكان دوت، فبيؤدي للريفلكشن ان هي ما بيبقاش باين عندها التجويف ده زي الاول او الغمقان ده زي الاول، بيدي انطباع للعين انه ما فيش تجويف بالزبط. فبيخدع العين المشاهده يعني عشان تقول لك لا ده ما فيش سمار خلاص ما فيش تجويف، بيحسن الشكل ده جدا. ممكن بعدها احنا نشتغل عليه بقى بالبي ار بي وبالحاجات دي هيساعد جدا. ده غير ان هو اوريدي الفيلر بعد ما بيكون اتحط في المكان ده بيحفز خروج الكولاجين بتاعها هي الى المكان ده، فبيؤدي الى ظهوره بشكل صحي ونضر اكتر بكتير من الاول. لو هنتكلم على الندبات، الندبات مشكلة كل الشباب دلوقتي، لكن الحمد لله بقت حلولها يعني لا تعد ولا تحصى. من اول الحلول دي ان احنا اول حاجه ان احنا نقي من ده، ان هي ما توصلش للمرحله دي. بس بعد ما بتوصل للمرحله دي عندنا اكتر طرق العلاج، البليتليت ريتش بلازما. بس ازاي بقى البليتليت ريتش بلازما؟ ما مش هحقنه في الندبات، لا انا ممكن اعمله بالديرما بان او بالديرما رولر بطريقه بسمك معين بدبث عمق معين عشان اقدر اوصل للندبات دي. وفي الفراكشن الليزر وفي في كذا حاجه. هنا في صوره للديرما بان والديرما رولر، دول من احد الاساليب اللي احنا ممكن نستخدمهم لعلاج الندبات، وعندهم قدره على البنتريشن حسب طول السن تقدر توصل للبيز اوف ذا سكار او لعمق البيز بتاع الندبه نفسها، فتبتدي تحفز خروج الكولاجين عشان تعمل ري هيلينج، يعني تبتدي تدي ساين للمخ ان هو يبتدي يعمل التئام منتظم للجلد، فتبتدي تتملي الحفره دي من اول ما جديد بالتدريج. وشوفنا نتائج هايله جدا في الموضوع ده من البي اي بي مع الديرما بان، وكمان الفراكشن الليزر بقت من الحلول الكويسه جدا والادفانس جدا وسيف جدا. كل شويه الفراكشن الليزر بيطلع فيه تقنيه جديده بطريقه علاج مختلفه بتوصلنا لنتيجه حلوه قوي في علاج الندبات. الداينس اوف ذا سكن طبعا ده الاول الجفاف بتاع الجلد ده احنا قلنا ان هو ده جزء كبير من الانفايرمنت اللي حوالينا، فلازم تبقى هابت عندها المرطب يعني. وفي دايما بيبقى مسكونسبشن برضو عايزين نصلحه، انه بتيجي البنت تقول لي او العيانه تقول لي طب انا يا دكتوره وشي دهني احط كريم ليه ما الموضوع هيزيد. انا نفسي هم يفهموا البرسبشن صح، انه انت لو اخترتي المرطب الصح لطبيعه جلدك فانت بالعكس انت بتقي جلدك جدا من المشاكل كلها، واهمها مثلا انه بيحصل لها مسام واسعه، لان المسام الواسعه دي بتحصل نتيجه تراكم من احد اسبابها تراكم الدهون. فبالعكس احنا لو اخترنا مرطب مظبوط هيعمل لك بارير، هيعمل لك عازل، فمش هتحصل المسام الواسعه، ولو حصلت مش هتتملي بالاثار الاتربه والعوادم والمشاكل اللي بتعمل تؤدي بعد كده الى الروس السوداء. فده برضو مفهوم عايزين نصححه للناس، ان الماسترايزر ده مهم قوي طبعا للبشره الجافه، ده مهم. المرطب مهم جدا ده للبشره الجافه او للدهنيه او للمختلطه، ده شيء مفيش يعني منه خروج. وحتى يعني اكبر دليل كده جداتنا زمان كانت بشرتهم لحد دلوقتي
دلوقتي تجنن يعني، وهم كانوا بيعتمدوا بس مينلي على المرطبات، وده اكبر دليل ان هي المرطبات فيها قدره كبيره جدا على الحفاظ على نضاره البشره. عظيم. عندي بقى سؤال مهم قوي. نيكول كيدمان انا بعزاه جدا، عندها نمش. النمش الكلف سبب التعرض الدائم لاشعه الشمس، الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ رمادي. ايه بقى النمش؟ طبعا في جزء كبير جدا منه التعرض للشمس، لكن في جزء منه برضه بيبقى وراثي. اكيد هتلاقي نيكول كيدمان مامتها ولا جدتها كان عندهم نمش الكلف تعرض للشمس، لكن في عنصر هرموني كبير جدا بيلعب دور في الموضوع، فمش بس بيكون الشمس، هو بيزيد او بيقل بالشمس، لكن طبعا بيؤثر فيه طبعا العناصر الهرمونيه بشكل كبير جدا. في سؤال بقى جاي مهم قوي دلوقتي، الوش الدهني هو صاحب المسام الواسعه، ممكن جدا مع الوقت تكبر هذه المسام، الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض. ايه بقى حكايه الوش الدهني؟ الوش الدهني ده بيكون بشره بتفرز الافرازات الدهنيه بتاعتها بشكل يمكن اكتر من اي حد تاني يعني. فعشان كده بتتملي عندها البورز او المسامات بالدهون دي، وبالتالي بتوسع. لكن مش بس الدهون يعني هي السبب، هي كده كده البشره دي مع الوقت بتعجز، ولما بتكبر البشره بتبتدي تفقد حاجه اسمها الاستين وحاجه اسمها فايبر كولاجين. سوري، الكولاجين والفايبر دول الاستين مسؤولين عن انقباض بتاع الجلد، يعني انها يعني عشان ابسطها للناس قوي تبقى بس بتنقبض قوي. فبالسنس كده لما هتبتدي تفقد الكولاجين هتبتدي توسع البور، فبالتالي هتبتدي تتملي بالدهون وتبقى فيش السيركل بقى، يعني حلقه الدهون توسع وتبدا البورز توسع والمسام توسع مع الوقت. بالظبط كده. فهي دي قصه الدهون، البشره الدهنيه يعني، وازاي نتعامل معاها. بس بقى ليها حلول كتير برضو نقدر ان احنا نسيطر عليها، يعني من ضمنها من اولها طبعا اختيار الفيشل واش الصحيح او الغسول اللي هتغسل بيه وشها، اللي هيسيطر او هينشف وشها في الوقت المظبوط يعني. وبعدين ليها سكين روتين معين، يعني البشره الدهنيه دي المفروض تغسل وشها بغسول اول ما تصحى من النوم، وبعد الغسول تحط تونر، عشان التونر برضو بيساعد الانقباض بتاع المسام، يعني هيخلي الجلد بتاعها يقفل شويه. وبعد كده ونصيحه حتى عاميه دايما اقولها لهم، التلج يا جماعه دايما اعملوا تلج، التلج بيقبض المسام حلو قوي. وحتى في حاجه اظرف بكتير بحب اقولها بيشنتس وبيمستوا قوي منها لما بيسمعوها، قلت لهم هاتوا قالب تلج وحطوا فيه ميه ورد. الله. فلما بيحطوا ميه ورد بتاخد شكل الايس كيوبس بس، وهي خارجه تقوم معديه الايس كيوب على وشها هتقفل لها البوز. حاجه بسيطه وسيمبل للناس اللي مش عايزه تدفع فلوس، مش عايزه تتكلف، حاجه بسيطه نقفل بيها المسام. اذا هنعمل كده وهنجيب حاجه من بره، ممكن نجيب حاجه اسمها بوروفاينرز، في بقى ادويه طبيه بتبقى بتقفل المسام بشكل مؤقت، مش كامل طبعا، الى انها تبتدي تلجا انها تصلح الافرازات الدهنيه، وكمان تبتدي تلجا الى حاجات تنشط الكولاجين في جلدها عشان خاطر تبتدي تنقبض المسام. الكلام ده رجاله وستات تمام. طبعا. عشان برضو ايه، احنا برضو الرجاله معانا في الليله، عشان احنا مظلومين في الحته دي قوي. كل الكلام بص تلاقي انت كل الكلام بتقولي قلت لها ماشي اتعودت، بس هو ده مش الصح فعلا. وابتدينا فعلا في عياداتنا نشوف كتير جدا رجاله كان كتير مهتمين بالبشره دلوقتي جدا كتير. طيب السؤال الجاي ده مهم قوي، التقشير الكيميائي يعمل على تقشير الجلد بدرجات ويعالج كل مشاكل البشره، كان ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا اسود، عشان كلمه كل بصراحه دي مش مقتنعه بيها خالص. لا يعني هو التقشير الكيميائي حاجه كويسه جدا طبعا، وبتنفع لبعض الحالات، لكن طبعا مستحيل تنفع لكل الحالات. ومهم قوي ان الدكتور يقعد مع العينه او العين ثانيه او ثانيتين بس يسمع فول هيستوري، لانه ممكن ساعات لما يقعد يسمع يعرف من العينه ان عندها استعداد للتصبغات، فمثلا يبقى ريسكي معاها ان هو يقشر بتقشير عميق شويه يعني. ففي تفاصيل لا بتؤكد انه ما ينفعش ان الدكتور يقرر البيلينج او التقشير لكل انواع البشره. التقشير الكيميائي طبعا. طيب في سؤال تاني على التقشير الكربوني، هو
نجم او بمعنى صح البطل في التعامل مع التسبغات، ابيض ولا اسود؟ ابيض. ايه بقى التقشير الكربوني ده؟ اول حاجه التقشير الكربوني ده موضه، الناس كلها دلوقتي خلاص هيتكلم عايزه التقشير الكربوني ده، مش عارفه بقى هما يعني فعلا شايفوا النتائج حقيقي نتائجه مبهره، بس يعني السوشيال ميديا دخل في الموضوع فانت ما بقتش عارف هما الناس فعلا هيشوفوا نتائجه ولا الفاشن بلوجر دي طلعت اتصورت بيه فكله بقى عايز يعمل. دي مثلا من نتائج الكربون بيلينج الرائع رائع مبهر مع الروس السوداد. انا عايزه بس افهم الناس هو عباره عن ايه. هو احنا بنجيب الكربون دوت الكربون، والكربون ده بيتحط على الوش وبنسيبه حوالي 20 دقيقه، في الوقت ده بيكون امتص تماما من الجلد. الناس بقى اللي عندها مسام واسعه البوز دي بيخش فيها الكربون، فبنيجي من نوع معين من الليزر ونبتدي نتارجت الوش الحته اللي احنا حطينا عليها الكربون بيل، اللي فيها كمان مسام واسعه هتبقى ديب كمان لان وصل الكربون من عن طريق المسام المفتوحه لعمق. فمش بس بقينا بنتارجت فوق، ده احنا وصلنا للعمق بتاع المسام دي نفسها، وبيبقى معاه ساكشن هواء عشان هي حتى ما تحسش حاجه، والساكشن ده في نفس الوقت بيسحب معاه بقى البلاك شفاط. بيسحب بقى البلاك هيدز، فبتبقى النتيجه حلوه جدا جدا، وحتى بيشفط البلاك هيدز، بيعمل نضاره حلوه قوي. حتى في ناس بيسموه اللي هم تشاينا دول بيل، يعني بيسموه البيل بتاع زي العروس الصيني، لان العروس الصيني بتبقى بيرسولان، فهو بعد ما بتعمل الكربون بيل ده فعلا وشها بيبقى زي البيرسولان. ما هو ده يعني مش ده اللي بيعملوه نجوم هوليوود؟ ايوه هو بيتسمى هوليوود بيل. قبل او لانش بريك بيل، هو ده بعد اللي هي يوم الايه اوسكار، تبص أيوة. كلهم بيبرقوا، يبقوا جايين كلهم من الكربون بيل بالظبط في اوسكار وفي حته ثانيه. تعالى بقى تعالي سؤال ثاني، البلازما دلوقتي يعني زي ما بيقولوا الموضه الرائعه، ابيض ولا اسود؟ ابيض. انا من المشاهير يعني انا من بيج فانز بتوع البلازما صراحة. لا بجد بكل الستاديز اللي في الدنيا اثبتت ان هي جديرة بالحجم اللي اخدته يعني عالميا. في صورة مضحكة شوية يعني طريفة شوية انا حطيتها لان كل العينين بيجوا يطلبوها، ده اللي هو بيسموه الفامباير فيشل، اللي هو بيسموه مش عارفه بالعربي وش مصاص الدماء. ايوه بالظبط كده. بتيجي البيشنت بقى كيم كارداشيان. دي كيم كارداشيان. كيم كارداشيان كل اسبوعين معايا في ابتدائي. يلا ربنا فتح عليها. كل اسبوعين تقريبا بتيجي بتعمله تقريبا عشان توصل لبشره بالشكل ده. هي دي بتعمله كل اسبوعين مثلا يعني على اقل واجب. هنا في الصوره اللي موجوده دي هي عاملاه بالديرما بان، فممكن الشكل يبقى يخض للناس، هي موجوعه يعني، هي اصلا الفيديو ده كانت هي مصوراه لايف وعماله تضحك وتهزر، هي حاطه كريم ومش حاسه بحاجه، وبنشتغل بالديرما بان اللي بيعملها بالديرما بان. هتكلم عليه بتفصيل بعدين، بس يعني انه سريعا بيعمل لها بي، وبعد كده بتنزل شويه نقط دم، وبيرجع بعد ما بيحقن البلازما كمان بيرشها على وشها كلها لان كل مسام مفتوح، وبعدين بيبقى في نقط الدم كمان بيقوم عامل مساج بيها لكل وشها يعني، عشان كده اتسمى فامباير فيش. ومن هنا بقى ليه طبعا شعبيه رهيبه، وكل الستات والرجاله بييجوا يطلبوه، والرجاله وباكد فعلا حتى الرجاله بقوا عارفينه وبقوا ييجوا يطلبوه. حلو قوي الحاجات دي، الواحد لازم يهتم بيها، الواحد الشغل والله واخده. طب تعالي للديرما بين، سؤال دلوقتي جهاز رائع ومستخدم على نطاق واسع، ابيض طبعا. طبعا الديرما بان مؤخرا هو جهاز ما نقدرش نقول ان هو جديد قوي يعني، هو موجود بقاله شويه بعد الديرما رولر على طول، لكن اللي اختلف فيه هو ازاي احنا بنستخدمه، يعني التقنيات اللي بنستخدمه فيها، ازاي بنحط معاه ايه، بنوصل للنتيجه ايه. انا دايما بشوف انا شخصيا بحبه جدا جدا، لان انا بشوف ان هو عامل زي العصايه السحريه، اللي هو الدكتور هو المايسترو، هو اللي بينقي هيحط ايه مع ايه. يعني مثلا ممكن يقرر مع البشره دي ان هو يعمل لها مثلا الديرما بان مع بي ار بي الجلسه دي او البليتليت ريتش بلازما، ويجي الجلسه اللي بعدها يقول لها طيب احنا ممكن نعمل مع فيتامينات مثلا، بعدها نعمل مع ستام سيلز. بس خلينا نشرح اصلا هو ايه الديرما بان. الديرما بان ده عباره عن قلم
الألم ده المفروض ان هو بيبقى فيه فايبريشنز يعني ذبذبات وكمان فيه من فوق سنون فهو ده الألم اللي بنكتب بيه بالظبط او في صوره ليه موجوده الفيديو حلو قوي اهو ده بيبين ان هو الفايبريشن بتاعته بتخلي السنون بتاعته بيبقى حوالي 10 15 سنه كده بيقعدوا يخشوا في الجلد يعملوا كنترولد انجوريز يعني بيعملوا اصابات بس بشكل منظم بعمق منظم جدا في الجلد المختلف فيه ان هو الفايبريشن ده بيقلل الالم جدا كمان بيساعد الدكتور وهو ماشي ان هو في الحته اللي عايز يدوس فيها جامد بيدوس فيها جامد وفي كذا كذا عمق يعني بتقدر تظبطه من اول نص حتى 2.5 فبقيت تقدر يعني ان انت تستخدمه في كل حته حتى الحتت الصعبه او الرقيقه زي تحت العين او حوالين الفم وكمان بقيت تقدر ان انت يعني في زمان كانت الدرمر رولر واحده عايزه تعملها للنضاره وعندها في نفس الوقت الندبات فالدرمر رولر اللي بتستخدمها للنضاره سمكها وعمقها ما ينفعش زي بتاعه الندبات بتحتاج واحده اطول فبتيجي العينه يعني بتقول انا هجيب واحده لدي واحده لدي وهتلخبط فبالنسبه لنا الدوما بان ده بقى فيه ميزه انه فيه تقدر في نفس الجلسه تشتغل على كل الحاجات دي بس بنلف لها العمق بتاع السن. طيب الجلديه فيها ساعات مجرمين كتير مجرمين المريض ممكن نفسه يجرم في حق نفسه ممكن واحد بينتج منتج معين يجرم في حق الناس اعلانات خيبانه موجوده على بعض الشاشات اللي هي البايظه خالص ديت بتخم الناس شراء من الانترنت ممكن يودي الناس في داهيه كل ده موجود فهتقولي لي مين المتهم ومين الجاني ومين البريء جاني متهم ام بريء من يرفض علاج مريضة عندها حب الشباب أو يعني مشاكل حب الشباب وهي سنها 35 سنة لا يعني سني 35 سنة الكلام ده يعني متهم ولا جاني ولا بريء من يرفض علاج مريضة عندها حب الشباب وسنها 35 سنة ده يبقى جاني يعني جاني يعني ليه يرفض أصلا إن هو يعالج المريضة يعني كبيرة في السن ده كلام مرفوض لا طبعا لا 35 سنه ده من حقها ده الجولدن ايج ما فيش مريضه مش من حقها ان شاء الله عندها 80 سنه هي ما فيش حاجه اسمها مش من حقها يستغرب يقول لا 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 ده انت مثلا انت ممكن يكون عندك خلل هرموني روحي شوفي الخلل الهرموني سببه ايه ما فيش سبب وفعلا في اسباب بتخلي ان هي يطلع بعد سن ال 30 ده معروفه حتى ما فيش سبب من حقها ان حتى مهما كان عمرها انها تعمل وبالعكس وبتستجيب جدا جدا وبتشوف نتائج كويسه قوي كانت بتعالجوها وبرضه يروح يشوف وهي تشوف الخلل الهرموني عند بتوع الهرمونات ده اكيد طبعا يعني هتتعالج من ناحيتين ده اكيد طبعا طيب الطبيب اللي بيعالج تصبغات البشره بالتقشير من غير ما يعمل فحوصات وتحاليل تقشير بالتقشير من غير ما يعمل فحوصات وتحاليل متهم حتى تثبت ادانته يبقى جاني يعني اختلفت فيه الاراء التقشير يعني ما بيبقاش البيلينج ما بيبقاش محتاج تيستس قوي بس بيبقى محتاج يقعد مع العيانه ويسمع منها فول هيستوري يعني يسمع منها تاريخها كامل زي ما قلت لحضرتك انه ممكن تكون هي اصلا عندها هيستوري اوف تصبغات يبقى هي مش عيانه خالص مناسبه جدا للتقشير لكن مش مهم قوي ان هو يعمل تحاليل للتقشير طيب في حاجه لطيفه جدا في الطب احيانا بتتعمل في مختلف التخصصات عندكم مثلا دكتور اي عيان جاي له اي عيانه جايه له تقشير كيميائي تقشير كيميائي تقشير كيميائي تقشير كيميائي ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا ده جاني جاني يعني مع سبق الاصرار والترصد لانه ما فيش حاجه اسمها كده كل حاله ليها حاجه والتقشير الكيميائي ده مش سحر بينفع لكل البشرات لا خالص ده في بشره ما ينفعش معاها في بشره يعني بس هيفتح لها وشها هو المهم ان احنا نعاين المشكله ونبتدي نشتغل على طرق العلاج بتاعها مهمه ولا لا ونسمع كمان للعيانه واللايف ستايل بتاع العيانه ممكن عيانه تبقى هي اصلا مش عايزه تقشر وشها مش عايزه مثلا
بتنزل كل يوم الشغل، فمش عايزه تأشر كام يوم او whatever، فدي مش مناسب بالنسبه لها حتى لو الدكتور شايف ان هو هي كانديديت او مرشحه للتقشير، لكن مش هينفع ان هو يعمله لها. فما فيش حاجه اسمها رول ان كل العينين يتعمل لهم تقشير. طيب السؤال الجاي ده سؤال مهم قوي. بنت سمعت كلامك عن التقشير الكربوني عجبها جدا ورأت فيه يعني الحلم، فجاءت بمسام واسعه عايزه تعمل تقشير كربوني ومصره عليه. هي كده متهمه ولا جانيه ولا بريئه؟ هي كده بريئه. بريئه. يعني ما اقدرش اتهمها بحاجه، هي شافت حاجه وعجبتها وجايه انها تاخد. هو مناسب للمسام الواسع؟ هو مناسب جدا للمسام الواسع. ايه اللي مش مناسب للتقشير الكربوني؟ انا شايفه كده طبقا لكلامك الايديال يعني. لا طبعا هو مش هيأثر قوي في الندبات، يعني الندبات هو محتاجه حاجه اعمق شويه من كده. هو ايديال او مناسب جدا لنضاره الوجه، لتفتيح الوش، للبقع الغامقه، للحاجات دي كلها، المسام الواسع زي ما قلنا، لكن مش هو مش احسن حاجه طبعا لل ولا التجاعيد العميقة طبعا ولا الندبات. عندي بقى أوهام كتيرة لازم تجاوبي لي عليها، يمكن تكون حقائق. خلينا نشوف الوهم والشك واليقين. وهم شك أم يقين؟ من الحاجات المهمة جدا أنه من مشاكل البشرة الرئيسية أنه ما فيش حد بيزيل الميك اب بشكل احترافي جيد، قليل. الكلام ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا يقين. ليه احنا بنشوف ناس ما بتعملش ازالة الميك اب كويس؟ عشان زي ما قلنا في الاول برضو عنصر الوقت، الناس بقت على طول مستعجله، وكمان ما فيش حد بيقعد يشرح النو هاو، يعني ازاي يعملوا كده وايه الخطوات اللي يمشوا عليها. لكن طبعا معظم الناس ما بتمشيش صح، ما حدش عارف ان تنظيف الوجه، هم فاكرين ان تنظيف الوجه عباره عن خطوه واحده بس، هو ان انا اغسله بالصابون، والصابون ده اي حاجه كمان، يعني لو صابونه البيت عادي لا، دي بتبقى كارثه لما ده بيحصل. لازم تبتدي التوعيه على انه بنستخدم غسول، بنستخدم بعديه تونر عشان يعمل انقباض، وبعد كده بنستخدم الوايبس، دي اخر حاجه خالص. يعني في ناس بقى بتعتمد على الوايبس وتقوم داخله تنام او تصحى من النوم تستخدم الوايبس وتنزل، دي اغلط حاجه. الوايبس دي يا دوبك بتشيل الطبقه الوايبس اللي المناديل المبلله، وفي كلام عليها، في كلام كتير على المناديل المبلله، يعني انها ليها مشاكل كبيره كتير جدا. فبين قوسين دي لازم نقف قدامها كتير، يعني كتير. ولسه لغايه دلوقتي الحوار عليها كتير، ما فيش حاجه مؤكده بس بس يعني. في دراسات عليها. طب السؤال الجاي ده مهم، البلازما تاخد وقت عشان تزيل الفروق اللونيه، بس عايزه شويه وقت. تمام. وهم ولا شك ولا يقين؟ شك، لانه في حالات شفناها وانبهرنا بردود الفعل للجلد، وفي حالات طبعا اخذت وقت كتير جدا، بس في حالات من ضمنهم الحالات اللي انا كنت بشوفها كانت حالات الملازمة او الكلف، كانت ولما عملنا كومباينيشن مع الديرما بان انبهرنا انه من اول جلسه كان في فرق كبير جدا. المهم ان البلازما بس تتعمل صح، وفي الاخر بكل ستبس بتاعتها صح، وفي الاخر المريضه او المريض هياخد احسن نتيجه بقى. مفيش فرق بين الديرما بان والديرما رولر، ده كلام صح؟ وهم ولا شك ولا لا؟ ده وهم. في فرق كبير. الديرما رولر هي اداه مانيوال، لكن الديرما بان هي اوتوميتد، يعني هي جاهزه اوريدي، فيها فايبريشن وبطاريه وبتشتغل لوحدها، دي اول حاجه. تاني حاجه انه الديرما بان السنون بتاعتها مختلفه عن الديرما رولر، هي اقل حده لكن ممكن تكون اكثر عمقا، لكن الديرما رولر مش كده. عشان بالنسبه للناس هم اللي يهمهم ايه، الديرما بان ممكن تكون اقل الما بكتير عشان موضوع الفايبريشن ده، لكن هيحسوا بالالم اكتر بكتير في الديرما بان. الديرما بان سيف اكتر بكتير عنها، لان هي الحركه بتاعه الفايبريشن بتخليها منظمه جدا، يعني مفيش مجال ان حته تكون حصل لها انجري او ضرر اكتر من الحته الثانيه. فدي من احدى الفروق الكويسه جدا ما بينهم.
دي الحاجات اللي مني يعني مهمه بالنسبه للناس ان هم يعرفوها يعني. طيب حته بقى مصري اصيل اللي هقولها لك دي. بنت واختها بنت ومامتها قاعدين بيتفرجوا في اعلان على الشاشه، اشتري المنتج الفلاني ونبعته لك و100 فل ويخلي لك بشرتك شايف قبل وبعد، منى قبل سلمى بعد، الكلام ده كله. اشتري يا بنتي وانا هيضرنا ايه لما نحط على وشنا؟ لو ما عملش مشاكل مش هيضر، لو ما عملناش اللي احنا عايزينه مش هيضر. الاعتقاد ده وهم ولا الشك ولا يقين؟ الاعتقاد ده وهم، وهم كبير. وهم كبير. بتشوفي مصايب بسبب يا نهار ابيض؟ بتشوفي؟ طبعا بيقول لي بنشوف الروشتات متصوره اصلا، والناس بتقعد تكرر في الروشتات بتاعت بعض، خذي ده رحت وده كان كويس امشي عليه. ونشوف مثلا اصلا انا صاحبتي وشها بقى زي الفل يا دكتوره، فانا مشيت، وبيجوا محروقين يعني لدرجه ان هم محروقين من الكريمات الثانيه. فده مفهوم غلط جدا 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 يعني، ما ينفعش حد يستخدم ابدا الروشته او الكريمات اللي مكتوبه لحد ثاني، او ان هو يجيب حاجه شافها اونلاين من غير ما يعرف ده ايه وبيشتغل على ايه ويستشير طبيب فيها. يعني عجباكي روحي للدكتور بتاعك اساليه قولي له ده اوكي بالنسبه لبشرتي ولا لا، لكن انك تاخدي الاكشن وتجيبيها من غير ما تعرفي ولا مصدرها ولا هي ايه، ده ريسك كبير قوي يعني، مخاطره كبيره قوي بتاخديها في حق نفسك. انا مبسوط ان انت جيت النهارده وشرفتيني، ومبسوط كمان بحاجه، انا حاسس ان انت من سنه اولى ابتدائي دكتوره جلديه. يعني طول يعني طول الكليه انت عايزه تبقي دكتوره جلد يعني. يعني ده البرنش، انت مستغرقه جدا في الجلديه، بورن تو بي درماتولوجيست، وده شيء رائع جدا. مبسوط ان وومن معانا النهارده، براند رائع جدا، متشكرين ان هم سمحوا لنا ان احنا نلتقي بيك النهارده. وطبعا هذا الحوار هو الاكثر واحده من الحوارات الشعبيه العاليه جدا، لان كل بنات قاعده تتفرج دلوقتي مركزين جدا في كلامك، وانت كلامك ساينتفك جدا جدا، علمي جدا، وفي نفس الوقت له علاقه بواقع هم بيعملوه، فده شيء مهم. لكن يبقى اكيد حوارات كتيرة، البوتوكس هياخد بالنا اكيد، هنتكلم في مره على الفيلر، هنتكلم في حاجات كتير قوي اكيد ان شاء الله. انا متشكر لانك انت النهارده نورتيني واسعدتيني، وطبعا هذا الحوار العلمي المتميز في عالم الجلديه مهم، ده ينبهكم ان الجلديه يا جماعه مش حاجه ممكن اي حد يمد ايده فيها. ما في حتت مع يا ريم بتبص تلاقي اللي بيشتغل على الجلد مش دكتور اساسا، اكيد سمعتي حاجات زي دي كتير جدا مش كده؟ طبعا مراكز مجهوله كده، وجايبين اي حد ملبسينه اي حاجه ووقف وقولوا لها دكتوره، وفي الاخر هي مش دكتوره خالص وبتحط بس حاجات. فاكيد انت بتشوفي الكوارث دي كتير. دكتوره ريم نعمان نورتني واسعدتني جدا في هذا اللقاء المهم جدا. خلي بالكم من بشرتكم، اوعوا تتهوروا، التهور في الوش ثمنه غالي جدا، خليكم من الناس الحلوه. دلوقتي علاج الجذور بجهاز الروتري ده جهاز متطور جدا، بنقدر ناخد بيه قياسات للجدود ديت، وممكن نخلص حشو العصب في جلسه واحده وبدون الم. التركيبات المتحركه في المطلق هي كارثه. تصميم الابتسامه ده علم، وعلم دقيق، وعايز خطوات كبيره او عديده عشان اوصل للابتسامه الجايه. التشخيص الصحيح يعني خطه علاجيه مظبوطه. الدكتور كريم مدحت، استشاري زراعة الأسنان والتركيبات الثابتة، زميل كلية الجراحين الملكية، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. أهلا بكم. بلا شك الإهمال في الأسنان بيضر جدا صاحب هذا الإهمال، صاحب هذه التصرفات اللامبالية بعالم مهم جدا وهو عالم الأسنان، بيدفع ثمنها الإنسان ده غالي جدا مع الوقت. وبعدين دلوقتي بقى بيدفع ثمن مبكرا، يعني كان زمان يقول لك استنى اما تكبر هتدفع ثمن اهمالك في اسنانك. لا يا باشا، انت هتدفعها بدري، ممكن تدفعها تدفع الثمن الم، وتدفع الثمن سهر، وتدفع الثمن مشاكل كبيره جدا في اسنانك وانت لسه في العشرينات وما قبل ذلك. لكن هو صفحة ابدي ما بين اهمالك اللي بيكون سوسه، وبين دكتور فاهم وبيتعامل مع هذه السوسه، من اهمالك اللي بيعمل
شروخ وكسور ويفقد سدنك، وبين دكتور بيحاول يعوض لك هذه السدن، بين اهمالك وشربك للشاي والقهوه والتدخين والسجاير واسنانك اللي شكلها بقى الوان الطيف كلها والوان غلط، وبين دكتور التجميل اللي بيحاول يرجع السدنه لحالتها التجميليه. صراع جميل لطيف كوميدي. تعالوا نشوف شكل من اشكال الصراع الكوميدي، نشوف مع بعض. دائما زي ما بنقول ويستمر الصراع، لن يتوقف الصراع. السوسة النتيجة على الإهمال والكسور والشروخ والألوان الخطيرة المخيفة اللي بتبوظ شكل السنان، النتيجة برضه على الإهمال، وبين دكتور الأسنان المجتهد جدا زي ما احنا شايفين والذكي جدا. ضيفي العزيز اليوم طبعا اسمه متميز ما شاء الله، وكاريزما خاصة، حضور متميز لفريق عمل متميز جدا، هو ضيفي العزيز دكتور كريم. اهلا بك يا دكتور كريم. سلام عليكم، منور الناس الحلوة. بنور حضرتك والله. جاهز؟ جاهز طبعا. النهارده حوار مثير جدا جدا، وهنبدأ كالعادة بالأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ الحقيقة السؤال ده سؤال كلاسيكي جدا. احنا دلوقتي في عصر أصبح يعني نقدر نقول عليه بين قوسين، يعني تسمية يعني لطيفة جدا، عصر النجوم، عصر ستارز، نجوم بقى فن، نجوم رياضة، نجوم سياسة، نجوم في السوشيال ميديا، كل حاجة بقى لها نجومها باشا يعني. صح. تمام كده. وكله دلوقتي بقى عايز يبقى فعلا يوصف بأنه نجم. حتى على فكرة هقول لك، الطب بقى نجوم، يعني الطب دلوقتي بقى له نجوم، طب الاسنان عالم بتاعكم له نجوم. كويس كده. هقول لك اكتر من كده كمان، المشاهير المجتمعين، كلمه مشهور في المجتمع مش شرط يكون من دول كلهم، ممكن يكون رجل اعمال، ممكن يكون سيده اعمال، حقيقه وكلهم عايزين يبقوا زي ما الكتاب بيقول في عالم كيف تكون مشهور. حلوه دي. ابيض طبعا. ابيض طبعا. احكي لي بقى. بص يا دكتور ايمن، هو احنا هنوضح حاجه صغيره. البني ادم المشهور ده من اي مجال عمل او من اي مجال في موجود معانا، هو البني ادم اللي بيسلط عليه الاضواء، فبيحاول ان هو يظهر للناس باحسن صوره ممكنه ممكن يظهر بيها. فطبيعي جدا ان الناس بتجري ورا القصه ديت، ان هو عايز يبقى مظهره لائق، مظهره جميل. الاسنان بتلعب جزء مهم وكبير جدا 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 في حاجه زي كده، لان يعني لا هي بنقدر عن طريقها نوصل معلومه. زي حاله زي دي، هي اسنان مرصوصه لونها بس يمكن غامق شويه، فاحتاجنا ان احنا نعمل عليها شويه قشور تجميليه عشان نوصل للي قدامنا المنظر السناني الجميل ده او الرصه الجميله دي، بس بلون جميل يلقل مع لون البشره طبعا، ومع هي كانت بالمناسبه يعني سيدة جميلة. سيدة جميلة، والسنان قلبت بقى من لون مش مناسب للون السيدة للسيدة الجميلة الى لون مناسب، مناسب جدا جدا، ويتناسب مع لون بشرتها، يتناسب مع وضعها الاجتماعي طبعا. عرض خطير من اعراض التهاب اللثه، وللاسف الناس بتاخده على محمل من يعني الاستخفاف. ابيض ابيض طبعا. ابيض طبعا. بيجي لي مريض
يقول لي يا دكتور انا اللثه بتاعتي ضعيفه، انا مجرد ما بلمسها بفرشه السنان او بصباعي حتى بتجيب دم. طب وانت ما سالتش نفسك يعني ايه لثه ضعيفه؟ طب انت هل الطبيعي ان في دم بينزل؟ يعني ايه نزيف في اللثه؟ نزيف في اللثه يعني التهابات، التهابات دي جايه من جير، زي ما الصوره احنا شايفينها اهي دلوقتي قدامنا، كميه جير فظيعه على الاسنان كلها موجوده في المكان اللي هو الكونكشن ما بين او في المكان اللي بتلتقي فيه اللثه مع الاسنان، ده المكان اللي بيتجمع فيه الجير. طبعا البكتيريا دي بتؤدي لايه؟ لان اللثه ديت بتاكل في اللثه وبتاكل في العظم اللي تحت اللثه، لان طبعا اللثه والعظم جزئين مرتبطين ببعض تماما على تواصل، فمرتبطين ببعض تماما. دي برضو نفس القصه، اللثه طبعا مش في لونها الطبيعي اللي هو المفروض الوردي الفاتح، لا هي لونها غامق عند الحروف او الاطراف بتاعه الاسنان. ليه؟ عشان خاطر في كميه جير كتيره نتيجه اهمال طبعا. هنا برضو طبعا جيوف اللثه والجذور بدات تظهر ويتكون عليها جير بشكل كبير، وطبعا زي ما احنا شايفين اللثه متاكله ونازله، حاصل لها انحسار بصوره كبيره جدا، وده تحتاج ان احنا نتعامل معاها بطرق ثانيه كتير، مش بس ان احنا هنشيل الجير ده فقط لا غير. الاسنان المكسوره من الاشياء التي تشوه بشكل كبير جدا شكل الفم. ابيض طبعا، ابيض طبعا. تعالى نتكلم عن مثل بسيط خالص، او هندي مثال، هنضرب مثال بسيط جدا. عندنا اسنان مرصوصه جميله لونها حلو جدا 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 لشخص ما، تمام، وفي النص بيصدف بس حادثه بسيطه او خبطه بسيطه كسرت له جزء ولو حتى صغير جدا من سنه اماميه، ولنكن سنه من القواطع الاماميه اللي فوق، لان دي حاجه بتبان جدا في الضحكه. سنان كلها جميله، بس هنقول بس شوف هو ده، بص عنده سنه مكسوره مثلا زي الحاله دي، هو اسنانه مرصوصه ولونها الى حد ما لايق عليه، تمام، بس هو مشكلته في السنتين اللي قدام اللي ايه فيهم نسبه تسوس ونسبه كسور. دي بكل بساطه ممكن نعالجها عن طريق القشور التجميليه طبعا، الفينير، ذا باور اوف فينيرز، اللي هي حاجه صغيره خالص بتعمل مفعول كبير او تاثير كبير جدا، وصلنا بيها للصوره اللي فوق كده. بس ده الكسر ما ينفعش واحد يمشي بسنته مكسوره بصراحه. طبعا طبعا مش حلو خالص، بيبوظ منظر بقيه السنان نهائيا، بالاضافه ان هو بيبوظ الترتيبه اللي ربنا خالقها لنا. وجود الكسور دي يعني كونتاكت مش مظبوط ما بين السنان، ما فيش الثبات بتاع السنان، فممكن يبدا يغير. طبعا بواقي اكل تتحشر، جير يتكون في اماكن الاسنان المكسوره دي، ممكن يؤدي لفقد حتى الاسنان اللي ممكن كنا نعالجها بحاجه بسيطه جدا جدا. القشره التجميليه سحر دلوقتي، بيقدر يعالج المشاكل بدون تحضير كبير، بدون الم، بدون طبعا. بدون وقت طويل، بدون طبعا، بدون كل سحر. سحر طبعا، ابيض جدا. أبيض. طبعا ابيض جدا. القشور التجميليه دي حلت لنا مشاكل كتير جدا جدا. كان بيجي لي المريض يقول لي انا عندي كسر صغير في سنتي، ليه ابرد سنتي كلها؟ عندنا مثلا حاله زي دي جات لنا، هو بس كان عنده مشكلتين، ان هو اللون سنانه غامقه شويه، هو عايز يفتحها بس برضه في خلال او في اطار اللون الطبيعي الابيض الطبيعي او الفاتح الطبيعي، عنده فراغات طبعا ما بين السنان وبروز في بعض الاسنان، عن طريق القشره التجميليه وتحضير خفيف اللي هو يكاد يكون تخشيم بس لسطح السنان عشان نعرف نلزق القشور التجميليه دي عليه، وتصميم بما يتناسب مع طبيعه عمله ولونه زي ما قلنا قبل كده، وراجل ولا ست، وصلنا ان احنا قفلنا الفراغات وفتحنا السنان شويه. دي برضو عندنا حاله ثانيه نفس القصه، السنان فيها تصبغات كتير وحشوات كتير، طبعا جبنا الدكتور اللي هو اختصاصه الحشو، قعد يظبط الحشوات ديت ويعيدها ويظبطها من اول وجديد، وبعدين استخدمنا القشور التجميليه عدلنا فيها السنان، كانت محتاجه تكبر شويه عشان تبين الضحكه بتاعته ولونها يبقى افتح سنه، فطبعا بقت اجمل. برضو عندنا حاله ثانيه اهيت بتعاني من تصبغات كتير او حشوات كانت معموله غلط، هنا اهوت برضو كانت قافله الفراغ اللي ما بين اللثه، ضغط عليها طبعا، قدرنا ان احنا نعالج اللثه ونشيل الكلام اللي هو اللي مش مظبوط ده، ونعمل قشور تجميليه وبسرعه طبعا. طبعا ما ننساش وجود المصمم معانا في قصه زي كده، باشراف طبعا دكتور التجميل اللي هو بيقود الموضوع بتاع التصميم ده كله، وندي الاوردر بتاعنا زي ما قلنا للسيرك، وتطلع لنا القشور التجميليه بسرعه جدا جدا وبدون الم، بدون معاناه. الزيارات الكتير بتاعت الدكتور، نسينا الكلام ده كله، حلول بسيطه جدا جدا وسهله جدا جدا، عظيم، بتعمل نتائج عظيمه طبعا. طيب سؤالي جه على التركيبات الثابته، التركيبات الثابته احد الطرق المهمه الان لتجميل الاسنان، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ بص هقول لحضرتك حاجه، انا بعتبرها رمادي، تمام؟ أيوة. تجميل الاسنان بيخش فيه حاجات كتيره جدا جدا، التجميل ده عندنا رقم، هو خطوه اخيره، انا بعتبر التجميل خطوه اخيره، احنا عندنا الاول اساسات بنبني عليها التجميل ده اللي هو الاسنان الموجوده او حتى الاسنان المفقوده والعظم بتاعنا واللثه، فاحنا بنبدا بمراحل مختلفه، اهم حاجه عندنا التشخيص المظبوط، تمام؟ نرجع لموضوعنا اللي هو موضوع التركيبات الثابته دوت، انا بقول ان هو جزء
تمام. بس في بعض الاحيان بنحتاجه، يعني مثلا عندنا حاله زي دي، دي استخدمنا فيها قشور تجميليه، مش محتاجين، احنا عندنا الراجل سنانه مرصوصه برضو وكويسه، هل محتاجين ان احنا نحضر السنان دي او نبرد فيها بصوره كبيره عشان خاطر نوصل للنتيجه اللي تحت؟ لا، احنا استخدمنا قشور تجميليه قدرنا عن طريقها نوصل للحلول ديت. برضو اسنان زي كده فيها تاكل، فيها نسبه فراغات، قدرنا برضو عن طريقها، عن طريق قشور تجميليه، ان احنا نوصل للنتيجه ديت. فلا، التركيبات بنحتاجها لحالات، طبعا في حالات كسور كبيره، ترس مكسور كسر كبير معمول له علاج جذور من قبل كده واتكسر فنقدر نستعيد بيه، طبعا الكسور دي ليها حالات معينه. هنا احتاجنا نستخدم تركيبات لان المسافات اللي ما بين السنان اللي قدام كانت كبيره جدا، فاحتاجنا ان احنا نتلاعب شويه بموضوع احجام السنان عشان خاطر نقدر نوزع الاحجام او المساحه اللي فاضيه في النص دي عن طريق الديزاين، نقدر نوزع المساحه دي عشان ما يبانش اسنان اكبر من سنان، ما يبانش السنتين اللي قدام القواطع اللي قدام الاماميين دولت عراض زياده عن اللزوم. فاحتاجنا ان احنا نتدخل بالتركيبات، لكن مش طبعا الوسيله الوحيده للتجميل. طيب، نوع التركيب هو المسؤول مسؤولية كبيرة عن نجاح التركيب. أنا بعتبره رمادي برضو لسبب صغير. إحنا هنا أغفلنا دور الطبيب، إحنا أغفلنا دور الطبيب وتحدثنا عن الموضوع ده باستفاضة قبل كده. الطبيب هو الفنان، هو اللي بيدير القصة دي كلها، هو اللي بيستخدم التكنولوجيا ويوظفها عن طريق الأجهزة عشان نوصل للحل الصحيح. هنا مثلا المريض ده راح عمل التركيبات بتاعته وكان الدكتور اغفل هنا ان هو يعمل التحضير بتاعه مظبوط، نتيجته ايه؟ فروقات ما بين اللثه والاسنان، نتيجه الكلام ده كله بدات ان الاسنان اللي تحت التركيبات دي كلها تتاكل، لكن لو احنا عملنا تحضير مظبوط وصورنا السنان دي بطريقه مظبوطه واخدنا المقاسات، نفس القصه هنا بتتكرر مع حاله ثانيه برضه تركيبات قصيره او المارجنز بتاعتها مفتحه، تمام؟ ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان الدكتور بتاعنا كان عندنا مشاكل في اللثه، اغفل مشاكل اللثه دي كلها وبدا ان هو يعمل التركيبات بتاعته على طول. فهنا مش التركيبات بس هي اللي مش كويسه، ممكن نستخدم نوع تركيبه كويس او نهتم بالماتريال تبقى كويسه، لكن الدكتور اغفل مشاكل كتيره جدا 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 قبل ما نعمل التركيبه دي، ادت برضو لفشل التركيبه بتاعتنا. عندك فيلم مهم اسمه المهمه المستحيل. المهمه المستحيل، ايه المهمه اللي نقول عليها مستحيله في عالم طب الاسنان، ولا الكلمه دي بقت من التاريخ؟ لا، هي الكلمة دي فكرتني بحالة هحكي لحضرتك عليها. هو مريض تابعنا، طبعا تابع البرنامج مع حضرتك، وصل ان هو عنده اسنان مفقودة كتير، يمكن 4 أو 5 اسنان، تمام، في فك واحد كان اللي فوق، وهو مصر انه هيستعيد عن الاسنان دي بالقشور التجميليه. يا عم يهديك يرضيك، طب ازاي؟ وقعد اشرح له، يعني قعدت تقريبا قرابه ساعه الا ربع انا بشرح له الفرق ما بين الزراعه والتركيبات والقشور التجميليه، بشرح له احنا السنان مش موجود، عايز يحط قشور تجميليه، هو عايز، لا عايز يركب مكان السنان دي بس عايز يعمل قشور. انت قلت مش هنبرد، احنا اتكلمنا ان احنا مش هنبرد، فبشرح له الفرق ما بين ده وبين ده وده، وامتى بنستخدم ده وامتى بنستخدم ده وامتى بنستخدم ده، فهو طالب مني المهمه المستحيل. ايوه، انا بس انا عايز افهم حاجه، هو ما عندوش سنان تمام في الحته دي، تمام، عايز يحط قشره؟ هو عايز هو يحط قشره على فين؟ هو كده، هو عايز يحط قشره على اسنانه، هو عايز يعمل قشور على اسنانه ويعالجها. أيوة، فين اسنانه؟ هي فين المكان اللي هو شايف كده؟ حضرتك مفيش سنان. نتناقش بقى في القصه دي واشرح له الزراعه بتبقى ازاي، بنشرح من يعني من قبل، مش هقول لحضرتك من اي بي سي، لا احنا بنشرح من قبل الاي في اي بقى خلاص. ايوه ماشي، يعني انا دلوقتي هو مقتنع بفكره، مقتنع جدا، هو شاف حاجه وجاي انت عامل لي دي يا حبيبي، مش هينفع نعمل الكلام ده. لما العلامه على الحيطه، هو في حيطه؟ فين فين السنه اللي احط عليها القشره؟ هو مش مقتنع بكده، مفيش سنه، هو مش مقتنع بكده، بس هو عايز قشره، عايز يعمل قشره ومش عايز زراعه ومش عايز تركيبات، هو عايز قشره وياك فيها السنه دي. طيب ماشي. الخديعه الكبرى اللي كنت تركبها له. عمل له زراعه وقول له دي القشره. ايه الخديعه الكبرى؟ الخديعه الكبرى، واحد راح لدكتور سنان وخدعه ان هو او اقنعه بطريقه ما هو عنده فقد في الاسنان او عنده مشاكل في اسنانه كتير، وقال له لا انت خلاص ده انت حلك التركيبات المتحركه. طيب نعمل ايه في القصه دي؟ لا هو تركيبات متحركه. طب نعمل زراعه؟ لا انت مش هينفع لك كذا.
طب نعمل كذا مش هينفع لك كذا. مفيش حاجه اسمها ما ينفعلكش زراعه، مفيش حاجه اسمها ما ينفعلكش تركيبات، مفيش حاجه اسمها كده. احنا بنشخص الحاله مظبوط الاول، نعمل اشعاعاتنا اللي سواء الاشعه المقطعيه اللي بالنسبه لنا مهمه جدا جدا، نشوف نحل الراجل ده الحلول الثابته اللي حلله. طبعا التركيبات المتحركه بتضر اكتر ما هي بتنفع، بس هو طبعا خدعه بالقصه دي وانا بعتبرها الخديعه الكبرى، وجاي لي بالتركيبه المتحركه اللي هو منزعج جدا منها وعايز يعالجها او يغيرها، فطبعا بنشوف له حلول ثانيه. هو عايش مع الخديعه الكبرى يعني نفذت فيه الخديعه الكبرى خلاص طبعا. خلينا نروح للجزء الثاني، ده في كلام كتير طبعا يعني. ساعات المتهم والجاني والبريء يبقى المريض، والله يعني المريض يبقى متهم وجاني على نفسه. ما في ناس مريحها افكارها، يا عم ما فيش حاجه اسمها دكتور يعمل كل حاجه، هو قاعد وعايز ده يعمل لي كل حاجه، انا بثق فيه ما بثقش في حد غيره. يا باشا ما انت بتثق فيه في الحته دي، الحته الثانيه دي مش هتندم، هتندم يا جميل. لا اعمل بس مالكش دعوه وان شاء الله ربنا يستر. تمام، اهو كلمه حلوه ربنا يستر، بس ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش ان هو هيسترك وانت بتعمل حاجه غلط، وانت بتعمل حاجه وانت مش مذاكرها. يعني زي الطالب اللي داخل يمتحن طول ما هو داخل كده عمال يدعي يا رب استرها معايا يا رب يا اخي انت مش مكسوف عليك. صح، يعني انت مش مكسوف وانت بتدعي. على فكره دي نوع من يعني ما ينفعش ان انت تدعي وانت متاكد ان انت بتدعي على حاجه غلط، ما ينفعش، دي حتى عيبه في حقك، وعيبه عيبه ان انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى. زي بالظبط لما يعني تخيل انت اللي ما تدخل على حد وتطلب منه حاجه الليجل، هيقول لك جمله يقول لك انت مش مكسوف من نفسك. فربنا سبحانه وتعالى ممكن يقول يعني، ودي تبقى قاسيه جدا يعني، انه يقول لك مكسوف من نفسك. صحيح. خلينا نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ والله الأولانية دي جامدة جدا بقى. من يقوم بإقناع مريض بإنه هيعمل له طريقة معينة من طرق التجميل للأسنان والمريض مش محتاجها خالص؟ تمام، بس قال له أنا هعملها لك، ودي تقريبا بتحصل اليوم دي كتير كتير جدا جدا. الله جدا 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 جدا. طيب تعالى بقى، ده متهم طبعا أو طبعا متهم، احكي لي بقى، احكي لي القصة لأن دي قصة شكلها قصة، بدأتوا عندكم قصص غريبة والله. احكي لي. جات لنا مريضة تمام، هي مشكلتها بسيطة خالص، سنانها مرصوصة تمام، عندها شوية تصبغات في الأسنان، هي بتشرب قهوة كتير تمام. راحت لدكتور عايزة تعمل تجميل الأسنان، عايزة رصة سنان مظبوطة، عايزة شكل جميل، وعايزة كمان لون حلو، لون فاتح يليق على بشرتها، هي كانت بشرتها فاتحة تمام. هو مش اقنعها ان هو يحضر لها اسنانها كلها ويعمل لها تركيبات على اسنانها كلها اللي هي اوريدي ما فيش فيها حاجه مفقوده واللي هي مش محتاجه كميه التحضير ده كله، لا ده اقنعها كمان انه يعمل علاج جذور للاسنان ديت، ودي حاله شفناها عندنا في المركز. الكارثه الكبيره كمان انه حتى علاج الجذور ده ما كانش مظبوط، ما كانش بصورته المظبوطه، فتكون عنده خراريج عند اكتر من سنه والتهابات كتيره جدا 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 جدا. وجات المريضه ديت بعد ما عملت القصه دي كلها او بعد ما بنت عماره مطلوب منها ان هي نهدها ونعالج المشاكل دي ونظبط القصه دي من اول وجديد، وراح عليها تعبها وراح عليها القصه بتاعتها دي كلها وفلوسها طبعا راحت عليها. بفكرني تصرف تصرف بفكرني في ستيفان روستي في دوره لما كان بيلعب دور مهم قوي لشخصيه مهمه اسمها زكي بشكة. ده زكي بشكة والله ده راجل عمل كل الكوارث، يعني جه كحلها مش كحلها، جه ينصب كحلها، ولما جه كحلها عماها. هو ممكن بس ما كانش عنده العلم او المعرفه الكافيه او ما كانش عنده التكنولوجي الكافيه، مش عارف، هو بقى ما كانش عنده الكافيه، مش هنقدر نلاقي مش هنقدر نلاقي مبررات كويسه للكلام. من يستخف بالتشخيص قبل العلاج؟ يستخف بالتشخيص بخطه التشخيص؟ انا بعتبره جاني طبعا، جاني جدا جدا جدا. التشخيص ده هو اهم مرحله من مراحل العلاج، التشخيص ده هو اللي بيديني الفرصه ان انا احط خطه علاجيه مظبوطه ويخليني اقدر اوزع الشغل اللي محتاجين نعمله عشان نرفع حالة البق الصحية قبل ما نعمل تجميل بطريقة معينة، ان احنا كل واحد يشتغل في تخصصه. عندك دكتور يعني مثلا عندنا حالة زي دي جات لنا تمام، هو عنده بس فوق السنتين الاماميين وبقية السنان اللي ورا فيها مشاكل كلها، التشخيص هو اللي قال لنا لا
احنا محتاجين نعمل اشعه مقطعيه نشوف فيها العظم هنا حالته ايه، عشان الاماكن او الجذور الصغيره اللي محتاجين نخلعها ونزرع مكانها. هو التشخيص هنا هو اللي قال لنا عدد الاسنان اللي محتاجه والاسنان ايه بالظبط اللي محتاجه علاج جذور عشان خاطر نعمل لها العلاج الجذور بتاعها مظبوط. التشخيص هنا قال لنا الحاجات اللي محتاجين ان احنا نعمل لها حشوات، وهتقدر تنجح الكلام ده كله قبل ما ننقل بيها من المرحله بتاعه الصوره اللي على اليمين للمرحله اللي بتاعه الصوره اللي على الشمال. لا طبعا التشخيص اهم حاجه، واللي بيخليني اوزع المهام دي بطريقه مظبوطه كل واحد يشتغل في التخصص بتاعه، اوصل بالحاله بتاعتي لاحلى نتيجه انا عايز اوصل لها طبعا. طيب السؤال الجاي ده مهم قوي، من يقوم بتجميل الاسنان ويهمل التصميم؟ يعني هو ايه، يلا بدنا نطلع رحله وربنا يكرمنا برضه في الرحله. ما هو ان شاء الله ربنا هيكرمنا في كل حاجه. ايوه ما انا عارف، ما انت عارف اللي هو احنا طالعين رحله لا معانا سندوتشات ولا معانا فلوس ولا عملنا ولا عارفين احنا رايحين فين ولا حطينا بنزين في العربيه، بس احنا طلعنا بالرحله في المصيف. جاني طبعا يا فندم، جاني طبعا يا فندم. يا فندم الدكتور السنان المفروض ان هو فنان. فنان يعني ايه؟ يعني عنده مخيله، هو عايز يوصل لايه؟ عايز يوصل لايه دي خدها بالخبره برضه، بس هو المفروض يبقى عنده التالنت ان هو فنان وراجل فنان، عايز يوصل بحاله من حاله لحاله ثانيه تمام، او من شكل لشكل ثاني. زي حاله زي دي هي جات لنا بتعاني من شكل اسنان غير منتظم في تكوينها تمام، مسافات ما بين السنان كتيره بتتراوح طبعا من ملي او 2 ملي في الاسنان اللي تحت لنص ملي في الاسنان اللي فوق. حاله زي دي عملنا لها الاشعاعات بتاعتها وشفنا الاسنان بتاعتها، لقينا ان ما فيهاش مشاكل خالص، كل اللي محتاجينه ان احنا هنعمل عليها القشور التجميليه فينيرز تمام. عملنا فيها تحضير خفيف خالص اللي هو يدوب تخشين للسنان وللسطح بتاع السنان، وعملنا العدسات بتاعتنا وصممناها طبعا بما يتناسب مع الحاله الاجتماعيه للمريض، للون بشرته، لراجل او ست، لطبيعه عمله. هنا مثلا ده الحاله ديت ده حاله لشاب تمام، فالسنان بتاعته راعينا ان هي ما تبقاش راوند قوي، فيها سنه من الحد من يعني ان هي تبقى حاده شويه، ما نقدرش نقصر الاسنان الاماميه دي اكتر من كده عشان خاطر هو راجل ما ينفعش تبقى اسنانه صغيره، وكمان عشان ما بس خلي بالكم الصوره دي مش ممطوطه شويه، يعني احنا عندنا ساعات بنمط احنا الصوره في النقل على لا هي و... هي الواقع بتاعها آه بس هي طويله كده، لا هي قريبه كده، هي لايقه عليه هو، هو لايقه عليه هو. طيب جعلوني مجرما، من تقول جعلوني؟ خلي بالك بقى ان دي اول مره الفيلم ده نتكلم عنه. جعلوني مجرما، هل المريض جعلوني مجرما ولا الدكتور هيقول جعلوني مجرما ولا ايه؟ انا برضو انا عايز اعرف انت هتروح فين في الفيلم ده كده. انا شايف القصه دي بطريقه معينه، انا شايف ان دكتور هو المفروض يبقى شايف نفسه ان هو انت يعني انت في القصه دي، انت الليدر، انت القائد في القصه دي، انت بتدي المعلومات الطبيه الصحيحه، والمريض المفروض ان هو يستمع ليك، من حقه ان هو يبدي رايه، مفيش مشكله هناخد دي بعين الاعتبار، بس طبعا الصح في الاول وفي الاخر هو اللي لازم يتعمل. جعلوني مجرما دي بقولها لدكتور مشي ورا كلام المريض بتاعه لحد ما وصل بيه لنتائج مش مظبوطه مع المريض، فبالتالي اصبح الدكتور هو اللي مجرم، لكن هو الغلطه كلها ان هو مشي ورا كلام المريض اللي هو ما كانش طبيا صح خالص خالص خالص، وكان المفروض ان هو يلتزم برايه في القصه دي. انا دايما جعلوني مجرما دي بتفكرني بحاجه بقى في عالم الطب، هقولها لك ايه؟ ان يكون دكتور بيشتغل في منظومه تمام بيمتلكها حد مش دكتور وما يكونش عنده ضمير. دي الكارثه الكبيره، دي الكارثه الكبيره. تجاري. مشروع تجاري. مشروع تجاري. هو ما عندوش اي فكره عن ايه اللي بيحصل، هو بس بيشوف حساب البنك كل اول شهر فيه قد ايه. هو اساسا ما هو خلي بالكم انه الدكاتره في ثلاث حمايات يحموك دايما في التعامل معه. اولا الضمير المهني. حقيقي. ثانيا خوفه على اسمه. طبعا. خوفه على اسمه. طبعا. ثالثا خوف جيني. خوف جيني عند الدكاتره من العقاب، يعني دايما ده خوف جيني. ده حقيقي. فلو انت فلتت من الثلاثه دول، ما انت لو انت اتعاملت مع واحد ما عندوش خوف على ما عندوش ضمير مهني، هو مش دكتور اساسا فهيجيب منين الضمير المهني؟ صح. ما عندوش الحته دي، وما عندوش خوف على اسمه لان هو مش مشتغل دكتور. صح. وما عندوش الخوف الجيني اللي خده من سنه اولى طب لغايه بقى ما ده حقيقي. في كل سنه ده حقيقي. هيبقى انا بتعامل مع اللاشيء، بتعامل مع اللاوعي. صح. لا هبدا زي بالظبط يا جماعه اللي بيشتري حاجه عبر الفيس، انت وحظك. صح. عبر الانترنت. صح. في شراء عبر الانترنت ده في حاجات كويسه وفي حاجات مش كويسه، الله اعلم. انت وحظك. انت وحظك. صح. ممكن انا شفت ناس اشترت من على الانترنت حاجات كوميديه جدا. بزنس يا دكتور ايمن. الناس بتستخدم الطب دلوقتي ان هو بزنس. ما ده بقى طبعا الكارثه الكبيره هنتكلم فيه كتير. ده ده حقيقي. تعال نروح للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟
اسئله بقى سريعه واجابات سريعه لان انا عايز اقول كل حاجه. تمام. القشره التجميليه بتحتاج الى ازاله كبيره في السن، هناخد حته كبيره منها عشان وهم طبعا. القشره التجميليه ديت التحضير اللي بنحتاجه او القشره التجميليه التخن بتاعها السماكه بتاعتها ما بتزيدش عن 0.4 ملم، يعني اصغر من نص الشرطه الرفيعه اللي على المسطره، فلا طبعا ما بتحتاجش تحضير كبير. الليزر من اهم الحاجات اللي بتحبوها وبتعمل لعبه دور كبير جدا وخصوصا في عالم اللثه. طبعا سهلت علينا حاجات كتير، شالت فكره الجراحات اللثه ديت او شالت جزء كبير من جراحات اللثه دي. طبعا ساعدتنا كتير جدا في الزرعات، ان احنا نفتح مكان الزرعه بطريقه كونزرفتيف، حاجه صغيره خالص خالص، فتحه صغيره خالص نقدر نحط بيها الزرعيه بتاعتنا مكاننا، علاج الجيوب اللثه في جلسه واحده زي ما احنا شايفين الفيديو اللي قدامنا ده رسم تضيحي لاحد استخدامات الليزر في علاج الضحكه اللثويه. احنا عندنا اللثه هنا طويله شويتين، فلما بيضحك المريض بتاعنا ما بيتشوفش منه غير اللثه. قدرنا بصوره بسيطه جدا ان احنا نرسم شكل اللثه من اول وجديد في جلسه واحده بدون الم بدون معاناه بدون اي حاجه. المريض بتاعنا خرج فرحان جدا ومبسوط جدا بالنتيجه. عظيم. التركيبات حل مؤقت وليست نهائيه. التركيبات حل مؤقت. والله يا فندم انا بشوف ان التركيبات ديت حاجه او سلاح ذو حدين نقدر نستخدمه على حسب الوضع عندنا. تمام. عندنا حد مثلا هينفع ان احنا نعمله، طبعا احنا الزراعه عندنا هي الحل الامثل دايما عشان بنحافظ بيها على السنان اللي ربنا خلقها، لكن لو احتاجنا لها لا، هو مش حل مؤقت ولا حاجه. لو اتعملت كل حاجه بطريقه مظبوطه، تصميم مظبوط وراعينا الكرايتيريا بتاعتها، لا طبعا هتعيش معانا وتبقى حل ممتاز. فزوره حلوه قوي. تمام. فزورة عبارة عن جهاز من كلمتين، جهاز كلمة يعني كلمة واحدة بس، هو يعني الفزورة كلمتين. تمام. جهاز. هذا الجهاز هو ملك الفوري. أنت كده عرفت، مش هقول أكتر من كده. ملك الفوري. الليزر. لا غير الليزر. نقدر نقول لجهاز الأشعة المقطعية. ده جهاز تشخيصي، لكن عايز أعمل، أنا هعمل سنة بسرعة. هنعمل جهاز السيرك طبعا. ده ملك الفوري. جهاز السيرك بالنسبه وكل اللي فات دول فوري، يعني الليزر فوري. طبعا بيساعدنا ان احنا طيب حلو قوي. اجمل حاجه بتحبوها في عالم تجميل الاسنان، زي ما بيقولوا سحر، حاجه لطيفه جدا، فيلد بدون دم بدون التهاب. لسه قايلين على بيت شويه طبعا جهاز الليزر. معشوق الجماهير. معشوق الجماهير. طيب تعالى بقى لي ناخد دي وهناخد دي برضه. يعني نقدر نقول ايه، فزوره عليها علامه استفهام، تخوف شويه، ناس بتدي بركاب بتعملها، ما زالت بتتعمل وانتم بتعملوها طبعا، بس يعني هي حاجه متحركه بس مش عارفين انها التركيبات المتحركه. ايه التركيبات بتحبوها ولا بتحبوها؟ ما بحبهاش طبعا. التركيبات المتحركه بقت مقتصره عندنا دلوقتي في طب الاسنان او في طب تجميل الاسنان على انها حاجه مؤقته المريض يمشي بيها او يتعايش بيها بس لحد ما نحط التركيبه النهائيه، لكن كاستخدام نهائي لا طبعا. شكل معين من الاداء انتوا بتعملوه دلوقتي حتى في الاعلام، يعني انتوا بتعملوه دلوقتي فريق شكل الفريق. العمل الجماعي طبعا. أيوة. العمل الجماعي. طبعا فريق العمل. طبعا العمل الجماعي. عمل الجماعي. طبعا عايزين نبقى نقعد مره كده جماعة، يعني نقعد نعمل لقاء ثنائي معاكم. والله دي فكره جميله جدا جدا. يسعدني ويشرفني. يشرفني ان مع استاذ دكتور كريم مكادي، اخويا وصديقي طبعا. يسعدني ومع حضرتك طبعا. الله يخليك. ليه؟ لا عايز يبقى دايما المريض عنده فكره ان العمل الجماعي ده تعاوني. اهم شيء. ولازم المريض يحس ان في اثنين دكاتره او ثلاثه دكاتره بيتكلموا على حالته قدامه. طبعا. يعني ده يريحه نفسيا. ما يخافوش. من استشار طبعا. طبعا. لا وكل واحد بيجلب دلو في التجميل، في الزراعه، في القشور، في التركيبات. بيدخل واحد الدكتور بتاع كل دكتور في مجاله بيقول رايه وهو ده اللي بيعتمد، مش واحد بيقول اي حاجه وخلاص. انت نورتنا واسعدتنا وكالعاده ابدعت. طبعا دكتور كريم مدحت كالعاده صاحب كاريزما متميزه وحضور رائع وحوار ممتع للغايه وتنقل سلس ورشيق بين فروع الاسنان بشكل فيه كمان اثباتات بالحالات والتجارب والطرح للحكايات. بقت الاسبوع حكاياته بتنقل. هم دلوقتي بقى واضح قوي انهم بيقعدوا ايه اللي حصل الاسبوع ده، الجريمه الكامله والعار. نورتنا دكتور كريم. بنور حضرتك والله. خليكم دايما مع الناس الحلوه. دراسه السنان ورسمه الاسنان دي بتنم عن سلوكيات البني ادم اللي قدامنا. التشخيص السليم، التكنولوجيا فيه شرط اساسي وركن ركين. بيهتم
بأناقته، مفيش حد بيبقى أنيق وأسنانه بايظة. عن الشكل بس، أنا عايز شكله وفانكشن وكل حاجة. من يقوم بعلاج الضب عن طريق الجراحة؟ الضب بسبب العظم ده لازم جراحة. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. أهلا بكم. لا تستهينوا أبدا بمشاكل الأسنان، لا تستهينوا بتأثيرها على النفس البشرية وكم عدم الثقة، كم أو كبر حجم العقدة النفسية اللي بتبقى عند الناس دي. الناس دي يا جماعة ممكن جدا تلاقيها وما بتقولش على فكرة، يعني عندهم مشاكل في أسنانهم نادرا ما بيحكوا عن هذه المشاكل حتى لأقرب الناس ليهم، يمكن غير أي مشكلة تانية. يعني اللي عندها مثلا مشكلة في مناخيرها هتلاقيها بتحكي، لأنها مش طبعا. لكن اللي عندهم مشاكل في سنهم تلاقيهم لهم وضع خاص كده، وبرضه اللي عندهم مشاكل تانية تجميلية. لكن الأسنان تلاقيه أولا منطوي، مش عايز يخرج، مش عايز يقابل حد، له تعبيرات قد تسيء فهمه، يعني تلاقيه ساكت مش عايز يتكلم، وفي الضحك بيمسك نفسه من الضحك لدرجة إن أنت ممكن لو قابلته تقول ده متجهم، ده دمه مش خفيف، ده أنا بحاول أتبسط معاه وأفتح معاه حوار وهو مش عايز يضحك خالص أو مش عايز تضحك خالص، وتطلع المشكلة في السنان. يطلع إن هي خايفة تضحك عشان سنانها ما تبانش، خايف يضحك عشان يبان لون سنانه اللي هو مش حبه أو شكل سنانه اللي هو كرهه. كل ده على فكرة حلوله دلوقتي في عالم الأسنان الحديث بقى سهل، لكن برضو ما زل عندي مشكلة تانية. أنا قلت إن شهر مارس هنهدم فيه مقولة، كل شهر كده هنهدم مقولة، شهر مارس هنهدم فيه اللي جاي إن شاء الله، هنهدم فيه مقولة اسمها أنا ما بحبش الدكاترة. الجملة دي لازم تختفي من الثقافة المصرية، ولازم اللي يقولها يتهم بأنه يعني مش دقيق، مش عادل، مش فير. خلينا نروح النهاردة ونسأل ضيف العزيز عن كلمة أنا ما بحبش الدكاترة، بس خلينا نروح لضيفي القيمة العلمية المتميزة والحضور الرائع الحقيقة وكاريزما خاصة وعمل كمهرية في زمن قياسي، أستاذ الدكتور كريم مجدي. أهلا بك يا دكتور كريم. أهلا وسهلا يا دكتور. منور الحقيقة. الحقيقة أنا أولا أحييك على هذه الجمهرية الرائعة على طب أسنان اللي سريعا ما خلقتها من الأسنان. ربنا يخليك. لكن أنا ما بحبش الدكاترة بتضايقك؟ يعني هي بدينا فكرة ان الناس لسه مش فاهمة الدنيا ماشية ازاي. التكنولوجيا الحديثة سهلت الدنيا، خلت مفيش حاجة اسمها ألم، مفيش حاجة اسمها وقت طويل اروح للدكتور واجي، مفيش حاجة اسمها مستحيل، فالدنيا فالكلمة دي ما بقتش موجودة. طيب خلاص تعال نروح نشوف ما كانتش موجودة، بس اكيد التكنولوجيا النهارده تفرض ضرب، بما ان الدكتور كريم من عشاق التكنولوجيا فهنروح للأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ في السنوات الأخيرة التطور الكبير في حجم التكنولوجيا الخاصة بالأسنان عندكم خلى كلمة إن في مشكلة كبيرة دي كلمة أسطورية، مفيش مشكلة كبيرة. أبيض ولا أسود؟ أبيض طبعا، أبيض جدا. التكنولوجيا الحديثة ادت لنا الأشعة المقطعية على الوجه والفكين. الأشعة المقطعية دي هي أساس التشخيص، عندي تشخيص سليم يعني عندي علاج سليم، يعني عندي نتائج مذهلة. فهي دلوقتي بقت بتخلينا نقدر نقطع الفك الى اجزاء صغيرة جدا، نقدر نكشف على كل حتة صغيرة، فده في مجال التشخيص. ادت لنا في مجال التركيبات الديجيتال سمايل ديزاين، بقينا نقدر نعمل بعد التحضير ناخد الكلام اللي احنا اشتغلناه ده جوه على كمبيوتر، نقدر نعمل ديزاين لاي تركيبه او اي عدسات هنعملها، وبعد كده في وقت صغير جدا ده يدي اوردر لمكنه اللي بتخرج لنا التركيبات بتاعتنا. ادت لنا الليزر،
الليزر ده من الطفرات الحديثه الكبيره جدا. نعمه طبعا. نعمه كبيره. الليزر ده خلانا في نو تايم نقدر نشيل تصبغات اللثه في نص ساعه، ساعه الا ربع، ما يبقاش فيه تصبغات للثه. ساعدنا في عمليات الزراعه، نقدر نفتح الفلاب بيه ونحط الزراعيه، كل ده في وقت صغير جدا. الليزر ده عالج لنا اللثه، يعالج لنا الابتسامه اللثويه. ليزر طفره كبيره جدا في عالم الاسنان. الاجراءات التجميليه دي كلمه مجعلصه، اجراءات تجميليه تتوقف على كل حاله حسب احتياجها لتجميل الاسنان. ابيض طبعا. اهم حاجه التشخيص. احنا شخصنا، عندنا دلوقتي السنان كلها مرصوصه وشكلها كويس، لو عملنا لها شويه تبييض هتبقى دي هتجمل لنا السنان. لو حطينا لها عدسات زي حافظ لنا على اللون بتاعها، هي مرصوصه شكلها مثلا مش مظبط شويه، اللون بتاعها مش مظبط، حطينا عدسات هتوصل لنا لاحسن نتيجه. لو سنان معوجه شويه، لو عملنا شويه تقويم الدنيا كلها هتتظبط. لو احنا عملنا تحضير خفيف وبدانا نركب تركيبات ثابته زي ما احنا شايفين هنا اهو، هنعالج شكل السنان وناخد الرصه اللي احنا عايزينها. لو احنا عندنا اللثه بتظهر بشكل كبير في الابتسامه، نبدا نعالج اللثه عن طريق الليزر ونقلل حجم اللثه في الابتسامه. كل ده عشان نوصل للتجميل والنتيجه النهائيه الجميله. سؤال مهم جدا القادم برضو عن التقويم. التقويم يحدد شكل الاسنان اذا تم تركيبه لطفل في العاشره من عمره. الكلام ده بيض ولا اسود ولا مر؟ خلينا نقول عليه رمادي. التقويم بالشكل المتعارف عليه اللي الناس فاهماه، اللي هو السلك اللي هو اللي موجود ده، ما ينفعش نحطه عن سن 10 سنين. احنا كده كده بنبدا نحطه من سن 13 سنه. ليه؟ يكون السنان كلها طلعت، لان انا لو حطيته قبل كده هبدا اضايق الفك ان هو يتوسع ويكبر، وفي نفس الوقت هضايق الاسنان، ممكن احرك الاسنان اخليها تقفل على اسنان ثانيه. فانا بعمله على سن 13. طيب ايه اللي انا بعمله قبل كده؟ لو فرضنا ان الطفل ده فقط سنة لسبب او اخر بدري عن ميعادها، لو انا سبت الوضع كده زي ما هو هتبدا السنان تقفل على مكان السنة اللي هتطلع بعد كده. ببدا استخدم لها حاجه اسمها حافظ مكان. حافظ مكان ده افضل محافظ على المكان ده لحد ما السنة تطلع في الحته بتاعتها. ده نوع من انواع التقويم. لو انا لقيت الفك التحتاني بيطول او بينمو بشكل زياده عن الفك الفوقاني، هنوصل لحاجه اسمها كلاس 3 ريليشن ما بين الفكين، ان هو الفك التحتاني يبقى مغطي السنان بتاعت الفك الفوقاني. طب اعمل ايه ساعتها؟ بضطر ان انا لازم اتدخل قبل السن ده، ان انا اعمل زي تثبيت او اوقف نمو الفك التحتاني عن طريق حاجه اسمها هيد جير. حاجه بتثبت هنا اهو كده اهو، بتبقى ماسكه في الراس، تثبت الفك التحتاني وتدي فرصه للفك الفوقاني ان هو يكبر ويغطي الفك التحتاني. ففي الحاله دي بنشتغل برضو قبل سن ال 13 سنه. السؤال القادم برضو مهم جدا جدا، خاص بالتقويم. يعتقد الكثيرون انه يمكن استخدام التقويم لتوسيع فك الطفل عند تبديل اسنان، والكلام ده ابيض ولا اسود ولا الكلام ده اسود؟ يا نهار اسود. احنا بنوسع بعد ما السنان بتطلع. انا ما اقدرش. بس ناس كتير فاكره كده. لا طبعا، احنا بنخلي السنان كلها تطلع في مكانها، وبعد كده نبدا نوسع للسنان دي عشان نقدر نرصها مره ثانيه عن طريق حاجه اسمها باليتال اكسباندر، بيبدا يوسع لنا الفك، يقدر عشان خاطر يدينا مسافه نحط السنان اللي هي معوجه او اللي فيها كراودنج في مكانها. لكن فكره ان هو السنان كل بتطلع وتتبدل دي طبعا ما ينفعش، لان احنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا بنضايق نمو الفك، وما نقدرش نتدخل في الوقت ده. التقويم هنا حلو قوي قوي، لان صعبه الحاله دي مش سهله. طيب ممكن اثنين شركاء يشتركوا معايا في فم تقويم، يبدا الاول يرتب السنان، يجي بعد كده الفينير زي بالظبط كده الحلويات بعد الاكله الحلوه. هنا فكره التيم. التيم طبعًا. طبعا ابيض جدا طبعا. انا دلوقتي جالي حد طفل صغير اسنانه الجديده فيها مشاكل مثلا زي فلوروزس. فلوروزس دي الحتت اللي بيشربوا فيها ميه فيها فلورايد عالي، بيبدا يحصل زي بورز او بتبقى السنان متاكله وليها الوان مش مظبوطه. او مثلا لو والدته اخذت تتراسايكلين في وقت من الاوقات، دي هتدينا صبغات في السنان مش مظبوطه. فاحنا بندخل الاول الراجل بتاع التقويم يشتغل التقويم ويرص راسه السنان اللي احنا عايزينها، وبعد كده نخش يجي الراجل بتاع التجميل يظبط السنان ويحضرها تحضير خفيف خالص، ويبدا يحط عدسات على السنان دي عشان خاطر يغطي المشاكل بتاعه الشكل بتاعه الاسنان دي. هنا عندنا زي ما شايفين كده ما شاء الله تقويم وعدسات. عدسات بالظبط كده. حلو قوي.
الحاله دي برضه صعبه ورخمه. يعني سنتين جده حولان في السنان خالص يعني. التركيبات الثابته هي بطل الابطال و زي ما بيقولوا الجالس على العرش في تجميل الاسنان. رمادي. ما اقدرش اقول انه بطل الابطال. التركيبات الثابته ليها وقتها. يعني انا عندي اسنان بتاعتي معدوله ومرصوصه استخدم ليها تركيبات ثابته. انا ممكن لو عملت تبييض ظبطت السنان هتبقى شكل السنان حلو. لو ركبت لها عدسات الخزفيه اللي هي بتبقى السماكه بتاعتها اقل من نص ملي شكلها كويس جدا. طب لو انا عندي الدنيا كلها مكركبه والدنيا كل السنان راكبه على بعضيها اعمل ايه ساعتها؟ لو تدخلت في تقويم والسن ينفع مع التقويم هنقدر نوصل لنتيجه كويسه. طب لو ما فيش تقويم او لو المريض مستعجل هنا بقى بتدخل بالتركيبات الثابته. ببدا احضر السنان بطريقه مظبوطه. بعد ما بحضر السنان دي ببدا اخد زي مقاس ضوئي للحاجات دي على الكمبيوتر وابدا اعمل ديزاين لشكل السنان زي ما احنا شايفين هنا اهو. ده قبل زي ما احنا شايفين كل السنان راكبه على بعضيها. بعد كده حضرنا السنان دي وبعد كده عملنا لها الديزاين اللي هو على الناحيه اليمين والراجل بقى زي الفل اهو. ده زي برضو امور جدا. شوف فرق السنان فرق خالص. زراعة الأسنان هي أفضل الحلول لأي إنسان فقد سنانه. ده أبيض جدا طبعا. أبيض جدا. زراعة الأسنان هي الحصان الأسود. وليه أسود؟ حصان أبيض. حصان أبيض. لا يعني بقى واضح دلوقتي إن الزراعة هي يعني برضو الجالسة على العرش في المشكلة إن إحنا لما بنخلع أي سنة لو إحنا ما عوضناهاش بأي زرعة بيبدأ العظم يكش. فيبدا السنان يتغير الثبات بتاعها ده، تبدا السنان كلها تميل ان هي تسد المنطقه الفاضيه. تبدا اللي قبليها تخش عليها واللي بعديها تخش عليها، السنه اللي قصادها تحاول تنزل عليها. تبدا الدنيا كلها تبوظ وده بيخلينا نبدا بعد كده ناكل بطريقه مش مظبوطه. من خارجيا بقى كشان العظم ده بيبدا يغير في الشكل الخارجي للبني ادم. بيبدا يعمل التجاعيد، يبدا يعمل العجز. اللي بيفقد سنانه بدري بيبدا يعجز بدري. يجي بقى الزرع. الزرع يخش هنا اهو يحافظ على شكل العظم زي ما هو، ما عنديش اي مشاكل. نعوض السنه وكل السنان بتفضل مرصوصه زي ما احنا شفنا في اللي فاتت دي. السنان كلها دخلت على الحته الفاضيه. هنا احنا عوضنا السنان اللي ناقصه بالزرع وأكن مفيش أي حاجة خالص طبيعية. واضح إن أنتوا حطيتوا حاجة كمان فوق ولا هي؟ لا هي دي بس فتح السنان شوية وحطينا الزرعتين اللي في الحتة الفاضية. بقت السنان ولا أكن في أي مشاكل خالص. هو على فكرة الكاميرات لما بتقرب ممكن تصور السنة تبان أطول شوية، لكن هي السنة مش بالطول ده. لا طبعا. يعني التصوير من قرب بيدي بيك شوت طويلة شوية. خلينا نروح لسؤال تاني مهم جدا جدا. زراعة الأسنان الحديثة والطريقة الحديثة الآن في زراعة الأسنان والتكنولوجيا تخلي الإنسان ممكن ينسى حتى مكان سنته المزروعة فيه. أبيض. أبيض جدا طبعا. دلوقتي بقت معالجة السطح بتاعت الزرعات عالية جدا، بتحفز العظم إن هو يبني على الزرعات. فمجرد ما بيبني العظم على الزرعية، يعني إحنا ساعات بعد ما نيجي نفتح، إحنا بنسيب الزرعية 7 أسابيع دلوقتي. بعد ما بنيجي نفتح بنلاقي إن إحنا الزرعية اتغطت كلها بالعظم، نبدأ نشيل شوية عظم عشان نوصل للزرعية. أوكي؟ فده بيخلي الثبات بتاع الزرعية عالي جدا، بيخلي الأساس بتاعي اللي أنا ببني عليه السنان بعد كده عالي جدا. فمجرد ما بنبدأ نحمل عليها بيبدأ المريض يتعامل وياكل عليها من غير أي مشاكل. هنا إحنا عندنا سنة أمامية حطينا الزرعية فيها، الراجل ده دلوقتي بيقدر ياكل تفاحة عادي، يقدر ياكل أي حاجة يقطم بسنانه ومفيش أي مشاكل خالص، وبينسى طبعًا إن هو حط أي حاجة. طيب السؤال الجاي ده سؤال مهم أوي. كتير من الناس فاهمة إن زراعة الأسنان بتحتاج إلى شيء شق شق شيء إيه؟ شق جراحي كبير. شق جراحي كبير. ممكن جدا يصل الى مساحه كبيره. الكلام ده ابيض ولا اسود؟ اسود طبعا. اسود طبعا. هنا التكنولوجيا بيجي دورها. بتقول انا اهو الليزر. الليزر مع الدليل الجراحي دلوقتي احنا بنقدر نفتح فتحه ما تعديش الخمسة ملي، نشتغل منها كل حاجه زي ما احنا شايفين هنا. ده الليزر داخل جوه الفتحه بتاعت الدليل الجراحي. الدليل الجراحي ده بيقول لنا بالظبط احنا هنحط الزراعيه فين بدقه متناهيه. هنا الحته دي فيها احسن عظم نحط فيه الزراعيه واحسن شكل نقدر بعد كده التركيبه هتكون فيه. فزي ما احنا شايفين الليزر بيفتح فتحه صغيره خالص، مفيش اي مشرط ولا اي حاجه، بتبدا تشتغل الزراعيه من الفتحه بتاعت الدليل الجراحي وتحط زراعتك بعد كده من غير اي مشاكل. القصه دي كلها بتاخد ربع ساعه على فكره. يعني احنا دلوقتي الزراعيه
ربع ساعة ده كفاية جدا بالنسبة لها. لأن ده كده ربع ساعة ده تبقى طولت معاها. بالظبط كده. بالهزار بالكلمتين. بالظبط. طيب خليني نروح طيب للجزء المثير جدا النهاردة. والنهاردة أنا مجهز لك يعني زي ما بقول قضايا كبيرة. قضايا حلوة كده. قضايا. لأنه فعلا عالم الأسنان غريب في مصر. في أداء رائع جدا ونتائج مبهرة جدا. وأنت واحد منهم طبعا. وفي حاجات بنشوفها كوارث. في مصايب طبعا. في مصايب. دي مشكلة إن مفيش تخصص. دي مشكلة الدكتور الواحد. اللي هو بيحشي وبيخلع وبيعمل علاج عصب وبيجمل السنان وبيعمل علاج لسة وبيزرق. مش حد بيعمل كل حاجة. في حد يدور الدنيا، حد يوزع المهام، حد يعمل المراحل بتاعة العلاج، حد بيعمل كل حاجة. تذكرني بإعلان حلو قوي لنجم برشلونة اللي هو بيلعب الكورة واقف حيطة. بالظبط عارف الإعلان ده. أيوة. وبيصور وبيشجع وبيشجع في التلفزيون. صح. يعني فهو كل حاجة مع بعض. ما ينفعش. مفيش. طيب خلينا نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني متهم أم بريء؟ الأم والأب اللي عندهم ابن عنده تباعد وفراغات كبيرة بين سنانه ومش عايزين يعملوا تقويم لطفلهم لأنهم شايفين أنه صغير لسه ما كبرش. دول والله يعني متهم ولا جناة ولا براءة يعني هي متهمة بعدم الفهم. يعني بس نفهمهم. نفهمهم بس كده. المشكلة ان انا دلوقتي هي الام او الاب لما بيلاقي فيه فراغات ما بين سنان الطفل هي مش مشكلة شكل بس. هي مشكلة فانكشن كمان. مشكلة هل اداء الاسنان دي هيكون مظبوط ولا لا. طب ايه اللي هيحصل في الاسنان؟ ايه النتائج اللي هتنتج عنها فراغات اللي ما بين الاسنان دي؟ مبدئيا كل ما بيعدي الوقت خلينا نقول ان العظم بيبدا يقفل فالتقويم بيصعب كل شويه وبياخد وقت اطول. طيب ايه المشاكل اللي هي هتواجهني ان انا اسيب الحاله دي زي ما هي؟ هيبدا في المضغ والاكل وقطن الماكولات. يبدا الاكل ينزل زي السكاكين ما بين السنان دي. يبدا يعمل جيوب. الجيوب دي بعد كده تعبي بكتيريا. البكتيريا دي تبدا تاكل في العظم اللي حوالين السنان. تبدا العظم ده ينكمش وياكل نفسه فتبدا السنان دي تتلخلخ ممكن يخسر سنانه في وقت بدري جدا. طيب ليه كل ده؟ طيب لما باجي اقطم الضغطه كلها بتتحمل على سنه بذاتها بينما لما السنان بتبقى مرصوصه بيبدا الاكل يتحمل على السنان كلها فطبعا برضو بحمل على السنان اكتر. الاكل اللي بينزل ما بين السنان ده بيبدا يتعفن يبدا يسوس السنان دي يبدا يضيلي عليها من غير سبب كل ده. يعني مجرد ما انا شفت ابني سنانه مش مظبوطه لا اروح للمتخصص اللي هو هيظبط لي الدنيا دي عشان ما يحصليش المشاكل دي كلها. طيب السؤال الجاي ده مهم جدا. مريض عنده سنه مفقوده ومش عايز يزرعها مش عايز يعملها اي حاجه اتركها كما هي. والله شفت ناس كتير كده وللاسف معظم الناس انا دايما الام اللي معاهم فلوس يعني دايما اللي معاهوش فلوس انا بشوف ان هو يعني لازم احنا كلنا نقف جنبه. لكن في ناس معاها فلوس كتير قوي بتصرفهم في حاجات تافهه جدا تلاقي سنه مكسوره او سنه مش موجوده وراجل بيبحث فلوسه في الهبل ده مشكلة في الهبل دي سهر كبيرة. ومش عارف ايه ويصرف على بنات عبيط مشكلة كبيرة دي منتل يعني ده مشكلة ضخمة جدا جدا انه مش عايز يصرف على نفسه. المشكلة طبعا ده جاني على نفسه. المشكلة ان هو لو هو فكر شوية احنا عندنا دراسات قالت ان الراجل اللي هو سنانه مرصوصة كلها اللي شكلها حلو ده بيزيد الجاذبية بتاعته بنسبة 20% واللي بيخسر سنه وما يعوضهاش بيكبر لمده 5 سنين. في سمعتها من كذا حد لكن البنت بتبص لحاجتين في الراجل حاجتين مهمين قوي سنانه وجزمته. هي لطيف جدا السنان هي بتاخد خبره عن نظافه طبعا دي اهم حاجه اهم حاجه انت مهتم بنفسك ولا لا والجزمه شياكه بالظبط كده لانه شياكه الراجل يعني من يعني لو لابس جزمه وحشه احتمال مستحيل يبقى شيك صح
مستحيل الوصول على انسان شيك. صح. صح. المشكله ان هو قاعد يصرف في الحته الثانيه وسايب صحته. طب ايه اللي هيحصل؟ طب انت دلوقتي انت مهتم بالحاجات الثانيه دي عشان جاذبيتك واناقتك والكلام ده، طب سايب سنانك ليه؟ ماشي. مشكله ان العظم هيبدا يكش في الحته دي، يبدا هو سنه يكبر واحده واحده، يبدا يحصل له مشكله في مخارج الالفاظ، يبدا اساسا مش عارف يتكلم عشان شكله وحش. طب ليه يسيب الكلام ده كله؟ طيب جاي لحته مهمه قوي فنيه بقى، دي بتاعتكم انتوا في المعمل يعني. من يقوم ببرد الاسنان بكميه كبيره جدا عشان يركب فينير؟ ده مجرم. ده مجرم، خلينا نقول عليه ان هو جاني ومجرم وكل حاجه. ده مجرم هنضيفها دي، معلش ضيفوا لنا مجرم بين قوسين عتيد انا باكل في السنان بكميه كبيره ليه؟ انا اساسا عندي العدسه الخزفيه او الفينير او القشره الخزفيه دي سمكه بتاعتها ما بتعديش النص ملي، نص ملي ده يعني ورقه سيجاره. طيب انا اكلت في السنين، يعني انا قربت من العصب، يعني انا شلت طبقات السنه السليمه اللي بتحميها، سبحان الله ربنا عامل لنا حاجه عشان تحافظ على العصب اللي جوه. طب انا بشيل الحاجه دي ليه وانا مش محتاجها؟ فطبعا ده مجرم ان هو شال حاجه مش محتاج ان هو يشيلها. ما ينفعش حد يقول لك تعالى اشيل لك دراعك واركب لك بداله، لا لازم اشتغل مظبوط، انا محتاج لكذا السماكه الفلانيه، هشتغل على قد السماكه الفلانيه عشان اطول في عمر السن. زي ما احنا شايفين شغل الفينيرز بيعوض بشكل كبير قوي اي اجزاء من السنه مكسوره زي هنا اهو، بيجمل شكلها بشكل كبير جدا. دي الباور اوف فينيرز، دي قوه الفينيرز. انا اخدت منك الحكايه دي، باور اوف فينيرز. الطب كله ده باور اوف، زي ما بيقولوا باور اوف لاف، لا باور اوف فينيرز، باور اوف ووتر، باور اوف بناصير. اما حاجه صغيره تعمل لي اكشن كبير، تعمل لي نتيجه عاليه جدا، لازم اقول الباور بتاعتها. هروح للجزء الثالث، انت ابدعت في الجزء اللي فات ده وبصراحه يعني كان حاد، انا متعود معاك انك انت حاد جدا، انت قلت لي نقفله العياده يعني ما اتقالتش فيها قبل كده. خلينا نروح للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ التركيبات الغير ثابته اللي بنلجا ليها بسن صغير ممكن تؤثر على شكل السن الطبيعي. طبيعي جدا. ده يقين. ده يقين. احنا بنستخدم التركيبات المتحركه في نطاق صغير جدا هحكيهولك، هقول لك ايه عليه في الاخر. طيب هي بتعمل ايه التركيبات المتحركه دي اللي هي خصوصا الجزئيه؟ دلوقتي دي بتركب بمشابك في السنان اللي حواليها. طيب لما بيحصل عمليه المضغ بيبدا المشابك دي تتحرك، تبدا تعمل زي لخلخه للسنان، نفس الحركه اللي احنا بنخلع بيها السنه، تبدا تعمل لها كده اهو، فاهم؟ فالسنه بعد فتره بتلخلخ، دي المشكله الاولانيه اللي بتواجهنا. تاني حاجه المشبك ده برضو بيبدا ياكل في سطح السنه، بياكل في سطح السنه بيخليها عرضه اكتر ان هي تسوس، بيخليها بعد فتره ممكن تتكسر منه، فادي تاني مشكله. المشكله الثالثه ان انا العظم تحتيها بيبدا يكش. العظم كش عندي يعني المشكله اللي احنا هنقولها اللي هي مشكله ان مفيش زراعه، الوش هيبدا يصغر، هيبدا يكبر في السن، يبدا العظم يكش، العظم نفسه يقل يصغر، الوش يطبق، عضلاتنا مشدوده على العظم بالحجم ده، العظم كش، العضلات هتكرمش. مظبوط كده اهو. فطبعا مشكله كبيره قوي ان انا استخدم التركيبات الجزئيه المتحركه. طب امتى انا بستخدم التركيبات المتحركه؟ يعني ايه النطاق اللي انا ممكن اعمله؟ لو انا عندي الفك العظم اللي فيه مش مظبوط او قليل او ضعيف، فببدا ومفيش اسنان خالص، ببدا اعمل حاجه اسمها اوفر دنتشر، ببدا اعمل اربع زرعات اماميه في عظم في حته عظمها كويس، واجيب طقم متحرك بيمسك في الزرعات دي، يبقى كانه ثابت بس مش ثابت قوي، يعني اقدر افكه وانضفه وارجعه تاني مكانه، بيديني ستابيلتي وثبات اعلى من الاطقم المتحركه العاديه. طب ايد السنان بيعمل على ازاله الجير الموجود بالاسنان؟ لا ده فيه هنا اختلاط كبير قوي، لا ده طبعا وهم طبعا. في الناس بتتلخبط ما بين تنظيف الجير والتلميع والتبييض. تنظيف الجير ايه هو الجير الاول؟ هو ترسبات كلسيه بتيجي من اللعاب بتنزل على السنان نتيجه قله الغسيل،
بتبدا تنشف وتعمل لنا الجير. الجير ده فيه بكتيريا، البكتيريا دي بتعمل لنا التهابات في اللثه وبتعمل لنا تاكل في العظم اللي حوالين السنان، ممكن تؤدي بعد كده ان السنان دي تتلخلخ فلازم نشيلها. في حاجه اسمها تلميع الاسنان، دي بيبقى فيه صبغات خارجيه خالص للسنه، مجرد في فرشه معينه بنستخدمها مع معجون معين بنبدا ننظف بيها ونلمع بيها السنه. التبييض ده بقى قصه ثانيه خالص. التبييض ده هو ان احنا بنبدا نفتح مسام السنه وندخل مواد معينه بتبوند او بتتحد مع الصبغات الداخليه للسنه. البوند دي جايه من رابطها، الرابطه بالظبط. البوند دي ده اللغه بتاعتها بالظبط كده، البوند بتتحد مع الصبغات الداخليه، وبعدين يجي الليزر هو اللي بياكتيفيت العمليه دي كلها، يخرج بعد نص ساعه اسنانه كلها بيضاء. في مرضى معتقدين ان بعد الزراعه ما ينفعش النظر بشكل جيد على الحته المزروعه. لا طبعا، الزراعه الكلام ده طبعا وهم. الزراعه المظبوطه تخلينا السنه المتعوضه هي سنه طبيعيه، عندنا عظم كامل حواليها، لازم مقاساتنا تبقى مظبوطه وعلاقاتها مع الفك اللي قصادها مظبوطه، فهيقدر ياكل بطريقه طبيعيه جدا ومفيش اي مشاكل خالص. الفينير من 5 لـ7 سنين ده اخره؟ لا طبعا، أنا مش موافق، ده وهم جدا. هو ده يعني لو حد بيقول كده فهو مش واثق في الشغل اللي هو قدمه عامل ازاي. الفينيرز دي ممكن تقعد 15 20 25 سنه لو شغلها مظبوط، لو هي اتوضبت صح، لو اتلزقت مظبوط، لو هي الحدود بتاعتها مظبوطه هتقعد كل الوقت ده، غير كده مستحيل تقعد وقت. اجمل في حاجه في حديثك معي، اجمل حاجه انك سهل ممتنع وبتنتقل في سلاسه ما بين الحالات بتاعتك والعلم اللي انت يعني فعلا مذاكره كويس جدا بطريقه فيها عمق لكن فيها بساطه، وده شيء صعب جدا لان الناس بتسمع علم كتير، بتسمع تفاسير كتير لمواضيع خاصه بالسنان بشكل عميق جدا وصريح جدا وصح جدا، بس يناسب كل ثقافه. لازم تدي الفرصه للناس تفهمنا، لازم نزود الثقافه بتاعتها. سال يوتيوب احييك، نورتنا واسعدتنا يعني بكل يعني فرحه وسعاده انه عندنا حوار في الاسنان بيصل الى مرحله الاحتراف وفي نفس الوقت يصل الى جميع الثقافات. ده شيء مهم صعب جدا في عالم الاعلام. ضيفي يمتلك هذه الموهبه الاستاذ دكتور كريم مكادي، كان ضيفي في ناس الحلوه. نورتنا دكتور كريم، خليكم دايما مع ناس الحلوه.